رب ارحمني فإني خاطي، رب ارحمني فإني خاطي. يا ملك السلام أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا. المرضى اشفيهم والحزانة عزيهم، والذين في الشدائد يا رب أعنهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. اللهم إني أسألك حبك وحب عملي، وقربني إلى حبك. لا إله إلا أنت سبحانك يا أرحم الراحمين. نظر إلى امرأة واشتهاها فقد زنى بها، فقد زنى بها. امرأة فاضلة من يجدها قيمتها تفوق الليالي، فقد زنى بها. تفوق الليالي، تفوق الليالي. كبرت يا جرجس، يلا خلص لمعتك عشان انا حاطط لك عيني على واحدة لو لفيت الدنيا كلها مش هتلاقي واحدة زيها. مين يا بابا؟ جانيت بنت ويليام شحاتة. رئيس السويد. ايه مالها، في حاجة؟ لا مفيش، اصلها رفيعة شوية. يا جرجس يا ابني، الزواج رباط مقدس ما يجمعه الله لا يفرقه انسان، وجانيت هي اللي هترتاح معاها طول عمرك، والرفيعه بتتقن والتخينه بترفع والحلوه بتوحش. المهم السلام النفسي اللي بينكم والمحبه هي اللي تدوم. اصلها يا بابا كمان حوله شويه. العجيبه يا اخي، انت عليك حاجات. انت فاكر لما هتتجوزها هتفضل باصص في عينيها طول عمرك؟ الحاجات دي بتدوب مع الايام، وبالعشرة العينين هتتطبع على بعض. دي هبلة يا بابا. انت ما شفتش امك يوم ما اتجوزتها؟ الجواز بيعقل. مناخيرها، مناخيرها طويلة. تحط مناخيرك على مناخيرها؟ الله مش هتجوزها يا بابا. مال الجواز ومال المناخير؟ انت ما شفتش مناخير امك يوم ما اتجوزتها؟ زلومت فيل. بس مع الايام والمحبة. وهي يعني المناخير هتصغر بعد الجواز؟ صباح الخير. السلام عليكم يا شيخ محمود. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عاوز الحاجات اللي في الورقة دي. آخ يلا يا اختشي يا عبد الهادي، تهد. الله، جوزة الطيب وحجر النار، دي خامس جوازة يا عبد الهادي. الله، مش أحسن ما امشي في الطريق البطال؟ والعروسة بقى عندها كم سنة إن شاء الله؟ 25 سنة. يبقى الله يرحمك ويحسن إليك. وادي كمان من عندي وقيتين بن. طب والبن عشان ايه؟ عشان العزا بتاعك، ما هو بالطريقه دي الخارجه بعد الدخل على طول. عاوزينك في كلمه يا شيخ محمود. خير يا محسن بيه؟ اخوك اسامه فين؟ والله ما اعرف يا محسن بيه. احنا عارفين ان انت راجل طيب ومحترم ومالكش دعوه بحاجه، بس اديني بقول لك اهو، لو اخوك كلمك او اتصلت بيه قول له يبعد عن الطريق اللي هو ماشي فيه. انصحه يا شيخ محمود وبلغه بقى ان دي اخر فرصه هنديها له. حاضر يا باشا، حاضر. اتفضلوا اشربوا حاجه. يؤكد المؤتمر السنوي 51 للوحدة الوطنية على المشاعر الطيبة المتبادلة بين المسلمين والمسيحيين على أرض الهلال والصليب،
مؤتمرات ايه بس يعني مؤتمرات ايه؟ احنا لو قعدنا 100 سنه في البلد دي مش هناخد حقنا. ما ها لا عارفين نبني كنيسه ولا حتى نصلح ضوئه ميه في كنيسه من غير ما نجيب لها تسريح ياخد له سنه. هو كده وبس؟ وفي حد من ولادنا يقدر يتعين في منصب مهم في الدوله؟ طب قولي في كم وزير مسيحي في الحكومه؟ بس بوس واحضان وقرارات ومؤتمرات واللي في القلب في القلب يا كنيسه. مضطهدين؟ مضطهدين ايه يا شيخ جاد؟ ده احنا اللي مضطهدين. ده احنا كل ما نبني جامع يبني قدامه كنيسه وتلات ارباع فلوس البلد معاهم. هم سايبين شغلانه ما بيشتغلوهاش. على رايك مديرين بنوك ورؤساء مجالس ادارات شركات استثماريه الكبيره كلهم مسيحيين. اي أيوة والله يا شيخ جاد، انت عمرك شفت شحات مسيحي؟ ايوه صحيح. وقال ايه؟ قعدوا يقولوا عيدنا مش اجازه، عيدنا مش اجازه، لحد ما بقت اعيادهم كلها اجازات، اجازات اعيادهم على اجازات اعيادنا، وما بقاش في حد بيشتغل في البلد دي. يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب. ولقد حسنا ديننا الحنيف على المعاملة الحسنة مع الإخوة المسيحيين، وإني لأرى مشاعر الحب والإخاء التي تجمع بيننا وبينهم قد بلغت أوجها وقمتها وذروتها. أما المتطرفون والإرهابيون الذين يسيئون بأفعالهم إلى الأمة الإسلامية وإلى الدين الإسلامي فهم ليسوا من الإسلام في شيء، والإسلام بريء منهم، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب. الآن أترك الكلمة لأخي بولس الواعظ الشهير وأستاذ علم اللاهوت. بسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد امين. نحن نشكر الرب الذي اعطانا هذا الوطن الامن لكي نعيش فيه اخوه وتحبين متالفين مسيحيين ومسلمين. ان البذره التي في الارض والتي تطرح ثمرا طيبا ناكله لا تعلم اكانت اليد التي غرستها يد مسيحيه ام يد مسلمه. ان بعض المسيحيين الذين يثيرون الفتن والضغائن بين عنصري الأمة ليس هم بمسيحيين ولا مصريين، بل هم أعداء الكنيسة وأعداء الوطن. يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب. إيه اللي أنت قلته ده يا بابا؟ تاني؟ احنا مش قلنا ملناش دعوه بالناس دول؟ انا قلت اللي انا مؤمن بيه يا جرجس. الناس اللي ضدك دول مش سهلين ولا يمكن هيسكتوا على الكلام اللي انت قلته ده. انت مش عارف قاعدين بيقولوا عليك ايه على النت؟ ايه هيعملوا ايه يعني؟ هيقتلوني؟ انت خاف على ابوك يا جرجس؟ ما تخافش، انا في حمايه ربنا. ايه الصوت ده؟ مش عارف، انا اول مره اسمع الصوت ده في العربيه. اجري يا باب. يلا بينا. يلا. بقال الله يا أخ محمود. الحمد لله على كل شيء. أنا الشيخ عمر سند، ده الشيخ خالد عبد الكبار، كان المرحوم اخوك بالنسبه لنا هو القائد والمعلم. الله يرحمه ويحسن اليه. ما عشان تجوز عليه الرحمه لازم تواصل الجهاد اللي بداه الشيخ اسامه،
وتكمل كفاحه لنصرة الإسلام. أنت تقصد إيه؟ الشيخ أسامة كان أمير الجماعة وهو أوصالك بالإمارة من بعده. يا شيخ عمر، أنا راجل مؤمن وبعرف ربنا وبصلي فروض وبصوم، أنا ما أحبش يكون لي أي انتباه لك مع الدينية. ما تحبش؟ ده فرض عليك يا شيخ محمود، هي دي برضو فيها حب وما أحبش؟ بعدين رفضك ده ممكن يحدث فتنة بين الإخوة في الجماعة، وإحنا عايزين الإمارة تنتقل بشكل سلمي من غير أي مشاكل. أنا ما كنتش عضو في الجماعة أساساً عشان أبقى أمرها، وأنا ياما نصحت أخوي الله يرحمه لما هو اختار طريقه ده، ودي النتيجة. ما لها النتيجة؟ هو في أحسن من كده نتيجة؟ مات شهيد. سعيكم مشكور يا إخوانا. عليك يا محمود، انت راجل طيب، عمرك ما عملت حاجة وحشة في حد. تتهم مين يا شيخ محمود؟ حسبي الله ونعم الوكيل. لا يا فندم، احنا عارفين مين اللي عمل كده كويس. اتكلم يا بابا. اسكتي اسكتي يا فندم. يا فندم، احنا بقالنا شهر عايشين في الرعب ده. احنا مهددين، شوفوا لكم حل، احمونا. احكي لي ايه اللي حصل بالظبط يا شيخ محمود. نسافر نسافر امريكا يا بولس، انا مش قادره اتملك اعصابي. ده لو عيل ضرب بومبه في الشارع بتجنن، لو عجله فرقعت بتفزع بموت. انا حاسه اني هتضرب بالنار في اي لحظه، اي صوت جنبي بيلبشني باسم الصليب. ايوه يا ويليام، نشكر الرب يا ويليام، انا كويس ما فيهاش حاجه، وجرجس كمان كويس ما حصلوش حاجة، ربنا حمينا يا وليام. متشكر أخويا. ماما عندها حق يا بابا، احنا لازم نسيب البلد دلوقتي حالا، وهنخلص من جانيت بنت وليام شحات. عايزين تسيبوا مصر؟ العذراء ومعاها المسيح لما هربوا جم على مصر، وما احنا نسيب مصر؟ مصر دي بلدي وطني، انا لو سبت يا بلدي اموت. ولو قعدنا فيها هنموت يا بولس. مش عرفك ان احنا هناك هنكون في امان؟ مش يمكن الخطر اللي احنا هربانين منه هنا نلاقيه اخطر هناك. مين؟ افتح يا استاذ بولس، انا لواء مختار سالم من امن الدوله. اولا قرار السفر لامريكا ده قرار خاطئ، وفي التوقيت ده بالذات. انتوا كنتوا بتسمعونا؟ ومع ذلك لازم تختفوا لمده 6-7 شهور في مكان امن تماما. نروح الى العراق، وهو المشاكل هناك سنة وشيعة، واحنا برا الليل. انتوا لازم تسيبوا البيت ودلوقتي حالا. نروح فين؟ لقينا لكم شقة بشكل مؤقت في المنيا. فين؟ طبعا يا استاذ بولس انت مش هتقعد في المنيا باسم بولس ولا بصفتك رجل دين. امال هقعد بصفتي ايه سيادتك؟ دلوقتي تعرف، زمان هم بيطلعوا البطايق باساميكم الجديدة، واحنا دايما هنبقى على اتصال بيك. وده كان مستخبي لنا فين ده بس يا بولس؟ ما تخافيش يا ماتيلدا، احنا في حماية الرب. باسم الصليب. مين سعادتك سيادتك في زي اللي جاي دلوقتي؟ حسن عبد الحميد العطار. مين؟ انت اسمك حسن عبد الحميد العطار. انا بقول نسافر احسن يا ماتيلدا. والمدام اسمها زينات سليمان عبد العاطي. عبد العاطي؟ واللي فندي حسموه ايه؟ عماد. عماد برضو تمشي كده وكده، انما اللعبه دي كلها علشان ايه؟ مش قادرين تحمونا؟ قولوا لنا، انا مستحيل اغير اسمي. محدش قال انك هتغير اي حاجه يا اخ بولس، دي فتره مؤقته. انت شخصيه معروفه واخفائك شيء صعب جدا،
يعني لو رحت قعدت عند اي حد مسيحي اكيد هتنكشف. عشان كده احنا شفنا انه من الاسلم انك تقعد الكام شهر اللي جايين دول في بيت واحد مسلم في حاله، لا يعرفك ولا تعرفه، ولو اتضايقت هناك احنا مسحبينك، احنا تملي معاك وجنبك، يعني الموقف تحت السيطرة. عليك الظاهر حاج عمران بيعزك قوي يا شيخ حسن. حاج عمران مين؟ حاج عمران، حاج عمران مين؟ حاج عمران يا ابني. ما شاء الله ابنك ده يا شيخ حسن. ابني جرجس. عماد، عماد، عماد بولس ال... عماد حصل عطار يا جرجس. عماد فلفل. عماد جرجس. يلا بينا، يلا بينا. تفضل تفضل. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. ده النور اللي هل علينا ده، نورت يا شيخ حسن. يا اهلا بيكم وسهلا. الله يخليك يا شيخ بلال. الله يبارك فيك، يا اهلا وسهلا. طيب افوتك انا بقى على ما تشم نفسك وتغير هدمتك، وعدي عليك عشان ننزل نصلي العصر في الجامع انا وانت وعماد. طيب عن اذنكم يا جماعه. هتروحوا الجامع يا بولس؟ انا مش رايح جوانا يا بابا، ويحصل اللي يحصل. الناس دول لو عرفوا ان احنا مسيحيين هيقطعونا حتت. اسم الصليب. لا، ولو عرفوا ان اسمي جرجس كمان. اهدوا كده، ما تخافوش، احنا في حمايه ربنا. اسم الصليب. مين؟ افتح يا شيخ حسن. لسطور يا ساتر، لمرضى يا شيخ حسن، حاجه كده يعني على مقاسه. الحاجة أم إسلام بتسلم على الحاجة أم عماد وهتيجي ترحب بيها كمان شوية. ملوش لزوم التعب ده كله يا شيخ بلال. إيه ده كلام برضو يا شيخ حسن؟ ده النبي وصى على سبع جار. يلا بينا عشان نحيى العصر. متوضي ولا هتوضى في المسجد يا عماد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو ماله، جرى له فيه؟ لا ده عنده مروحة أصلا. مروحة؟ أيوه. طب لا لازم نرقيه. لا 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 لا, لا 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 أنا عارف أفواه وأروهم. طيب أنا هروح أصلي العصر وأجي أطمن عليه. السلام عليكم. مع السلامة يا شيخ بلال. مع السلامة. قوم قوم يا جرجس، الراجل ماشي. قوم انت، هتفضل كل صلاة تجيلك المروحة دي؟ دول بيصلوا خمس مرات في اليوم غير التراويح. انت متأكد يا شيخ بلال؟ الشيخ حسن العطار بنفسه. الله، هو انت تعرفه يا مولانا؟ ايه اللي اعرفه؟ هو في حد ما يعرفش الشيخ حسن العطار؟ ده عالم جليل، قطب اسلامي كبير. انا اول ما شفته دخل قلبي على طول، وشه سمع وعينيه بينط منها النور. قال لي هو ما جاش يصلي معانا العصر ليه يا شيخ بلال؟ الراجل كان متوطي وكان جاي يصلي معانا، انما لا حول ولا قوه الا بالله، ابنه جات له المروحه. المروحه؟ ايوه، سارق. قلت له خليك جنب ابنك، ان الله غفور رحيم. انا اسف يا مولانا، انا اسف والله، ما هو ذنبي يا مولانا، انما الاخوه في المسجد.
صدقني يا محسن بيه، احنا في البلد دي احسن من غيرنا كتير، بس في ناس بتحاول تغمق الصوره شويه. تغمقها ازاي؟ دي بيضه وزي الفل، دي قشطه. احنا مشكلتنا ان احنا لازم نحب البلد دي اكتر شويه، وعلى قد ما هنديها هي كمان هتدينا اكتر. طبعا احنا كل ما نديها كل ما تنبسط اكتر. يا سلام كمان لو نحط دماغنا على صدرها. على صدر مين؟ على صدر مصر. وهي مصر ليها صدر؟ انت مش بتسمع الغنيه بتاعت شاديه بتقول بننام على صدرها؟ اه. شوف يا محسن ايه، حكايه الفلوس دي حكايه مهمه جدا، يعني لازم الواحد يشيل شويه فلوس بره وشويه جوه، عشان لو اللي بره ضعف البورصه تلاقي اللي جوه، ولو اللي جوه تصادروا تلاقي اللي بره. كده برضو يا حبيبي يا هاشم. حبيبي بقول لك يا ام مصبي. عمر يا باشا. مين دي؟ دي دودي المطرب. دي مشهوره؟ مش قوي، عمل كليب واحد اتعرض مره وتشير. شل ايه؟ سكر خارج شويه. خارج اكتر من كده؟ لا دي كده لمت نفسها خالص. طبعا عايز اعمل لها شريط. شريط واحد؟ لا اعمل لها شريط، نجح نعمل لها التاني. عبد القوي من مباحث الاموال العامه. فين محسن بيه هنداوي؟ موجود شويه يا فندم. عايز اقابله ضروري. خير يا فندم. في اوامر بالتحفظ على قصر محسن بيه بكافه محتوياته. ليه يا فندم؟ اكيد في حاجه غلط، اكيد في سوء تفاهم. محسن بيه موفق اوضاعه مع كل البنوك اللي بيتعامل معاها، دي البلد كلها كانت سهرانه هنا امبارح. في ايه يا فندم؟ يا دوب سواد الليل. محسن بيه، محسن بيه، محسن بيه، محسن بيه. ايه ايه؟ في مصيبه بره. مصيبه؟ مصيبه ايه؟ بوليس الاداب؟ لا مش بوليس الاداب. طيب ده اللواء دشيش عبد القوي. دشيش مين؟ اللواء شريد عبد القوي من مباحث الاموال العامه. جاي عايز ايه؟ عاوز يحط ايده على القصر بكل محتوياته. احنا مش مسهلين كل حاجه مع البنك ومجدولين. ومجدولين وبنسدد، بس يعني زي ما تقول تعثرنا شويه، علينا مبلغ لا يذكر حوالي 800 مليون دولار. انا اللواء شديد عبد القوي، اتفضل معانا يا محسن بيه. طب بس نغير هدومنا لو سمحت. انت اسمك ايه؟ فرج. يا فرج هات الجيسترينج بتاعك. جسترينج، جسترينج، مش ده؟ ايوه يا ابني، دي بتاعت عينة بول، الجسترينج البتاع الاحمر اللي هناك ده، اللي هو اللي عارف فيه بتاع في حته حمرا كده. ايوه هو ده. هو ده الجسترينج؟ ايوه هو ده الجسترينج. تلبسه فين ده؟ ها؟ تلبسه فين ده؟ في العضل. هات. هات البوكسر. البوكسر مش البوكس، البوكسر اللي هو الشورت التحتاني ده. ايوه جدع 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 قوي. طيب تفضلوا حضراتكم عشان لسه المدام هتلبس جورو بوكس وانا جاهز. اتفضل اتفضل حضرتك. جهزنا خلاص؟ تمام تمام. خلص على الباشا. اتفضل اتفضل. شغلنا في البلد سليم. وقد قررنا نحن نيابة الأموال العامة تعيين السيد محسن هنداوي حارسا على القصر بكافة محتوياته واعتباره أمينا عليه، وأي تبديد لأي شيء مما ذكر في هذا المحضر سيعرضك للمساءلة القانونية. امضي. يا دياببي أنا مش شايف أي مبرر للي بيعمله البنك معايا. أنا أكبر عميل لبنك الأمان.
القرضين الاولانيين انا مسددهم بالكامل مع الفوايد، اتعثرت في 16 قرض التانيين. حصل ايه؟ فيه ايه؟ ولا حاجه ولا حاجه. واديكوا اتحفظت على القصر، يعني ضمنتوا حقكم. في بقى 600 مليون تانيين حضرتك اخدتهم بضمان المصانع والشركات. يا سعاده الباشا، مصانع هنداوي وشركاته نار على علم. انتوا كده بتهربوا المستثمرين من عندكم. في بيروت مثلا، في لبنان، بيدوا قروض للستات عشان يعملوا عملية تجميل. اللي عايزة تكبر حاجة، اللي عايزة تصغر حاجة، اللي عايزة تشد. والبنك بيديهم بدون ضمانات. امال ايه؟ ما هي اصلها لما 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 هتكبر، واخد بال حضرتك، وتشد وتصغر وتطول وتأثر، هتبقى مضمونة 100%. هتسدد للبنك على طول. يا فندم احنا كل اللي طالبينه مهله كام شهر وهنسدد على طول. من غير ما نشد ومن غير ما نطول ومن غير ما نقصر ومن غير اي حاجه. طيب احنا هنعمل اعاده تقييم لاصول الضمانات وهندرس الموقف ونبلغ حضرتك بقرارنا. لا 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 لا، عندنا الحقيقه احنا عندنا كل حاجه. ده مصنع هنداوي للحديد والصلب، ده اول واكبر مصنع للصناعات الثقيله في مصر والشرق الاوسط كله. يا ام ابراهيم، ايه ام احمد معاكي؟ موجوده اهي يا بيه. افتحوا البيبان. حاضر يا بيه. دول البرودكشن مانجر بتوع المؤسسه كلها. حديد هنداوي يا باشا هو اللي موقف الكباري والانفاق، وهو كمان اللي عامل الدائري والمحور. حديد هنداوي هو اللي عامل اللبنه الاساسيه في البنيه التحتيه بتاعه مصر كلها. انا مش شايف اي حديد خالص. لا، اصل النهارده اصل نص يوم، يعني بنشتغل بنص القوه بس. يعني اشتغل شغل كده. يلا يلا، ايوه اشتغل شغل حلوين كده على مزاجك. شوف حضرتك يعني بتاع صلاه النبي، شوف النار طالعه ازاي، شوف النار كمان، شويه نار حلوين. ايوه بس 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 كويس قوي يا حلمي. كم حديده كده من النار بتاعتهم. التليفون في حتت مبلوله، والباكج بتاعنا، ويوصلوا لبيوت الساده المحترمين عشان الاولاد يحبوا يلعبوا بالحديد وهو بيعمل نار كده وبتاع. حاضر. حاجات زي كده. ده بقى يا باشا، ده صلب من افخر انواع الحديد في العالم. ده بنصدره لبلجيكا. ده خشب يا باشا. ده خشب يا باشا. خشب. ما هو الخشب، ما هو ده بيبقى خشب على الصلب بتاع بلجيكا، لان في مشروع بنعمله ان شاء الله، بنعمل كوبري من هيبتدي ان شاء الله من البحر الابيض للبحر المتوسط للبحر الاحمر للبحر الاسود للبحر الميت، وبعدين ينزل بقى يعدي بحيره طبريه وينزل من تحت قناه السويس ويخترق الصحراء الغربيه لغايه ما يوصل لغايه حدود تشاد، ومن حدود تشاد لراس الربيع الصالح. هيلاقوا هناك موقف عربيات، اللي عايز يركب بقى يروح اي حته يروح هناك. مش حلو قوي قوي. لا مصورات بسرعه. ده مصنع هنداوي للدخان، ده أول وأكبر مصنع للدخان في مصر والشرق الأوسط. الحقيقة احنا بنعمل تطوير في المصنع دلوقتي عشان ننتج معسل كيوي، لأن اتضح إن الإقبال عليه في السوق شديد شوية. ممكن ندخل؟ نعم ندخل. أنا بقول بلاش، أنا عشان دخان، عشان ستر حضرتك. لا يا سيدي ما تخافش. دول خبراء اجانب اسمهم الخرمونجيه، دول اللي بيحددوا نوعيه الدخان اللي تعدل دماغ المستهلك. للاسف انا كان نفسي اقدم حاجه بس الدخان كله سحب. يا حلمي. امري يا فندم. علبه بتاعتنا من الانتاج الجديد مليانه كيوي. كيوي مليانه كيوي، تروح للاولاد في البيت عند الباشا. تجسور يا فندم، تجسور بسرعه. اولاد مين؟ اولاد حضرتك، هيعجبهم قوي. ده مشروع هنداوي للثروه الحيوانيه، ده أول وأكبر مشروع للثروة الحيوانية في مصر والعالم العربي. ده للإنتاج الكبير، ده عشان الناس تلاقي اللحمة موجودة بوفرة في الأسواق. المعزة دي بتدي 3 معيز في اليوم. في اليوم الواحد بتجيب 3 معيز. يا حلمي. أيوة يا فندم. بطلع لك معزة صغيرة، تحطها باكج ويروح للأولاد عند الباشا في البيت. أولاد مين؟ أولاد مين؟ والبطة، هات بطة قسمها وتوديها للإخوة في البيت. قطع البطة كده حتت حتت بس حتت تكون كويسة وتوديها للبشوات في البيت.
يلا نبدا هو من هنا. مين دول يا ابو حسام؟ مش عارف. احنا الغفر بتوع سليمان بيه صاحب الارض. هات الباز يا حلمي. في ايه؟ في ايه؟ بقول لك انت مين؟ انت ايه يا استاذ حمدي؟ حليتهم عامله ايه؟ دول بيدلعوا يا باشا، شويه كسور على تربانه، على كام جزع، على كام خلع، ده احنا بيجي لنا حالات خلصانه. وعملت لهم ايه؟ عملت لهم شاي. شاي؟ عملت اشعه؟ نعم؟ اشعه؟ اللي هي ايه يا باشا؟ لا ما تشغلش بالك، ما تشغلش بالك. ايه يا باشا؟ لا عايزك يعني شد حيلك كده وتغليك. يعني انت كبير بتاعك. يعني عايزين دي بقى تبقى كلها حتى كده. عايزين تبقى كلها ان شاء الله. اهلا اهلا. ماشي. لا حول ولا قوة الا بالله. استشهد ولا اشهد لا اله الا الله. طلب اخير يا باشا. ابو سيدي. طلب اخير؟ اخير. عايز ايه؟ شوف ولادي. شوف ايه؟ اشوف ولادي، اشوف ولادي. لا هنا زيارة ممنوعة الحقيقة يعني. استنى. ايه؟ عايز مراتي. عايز مين؟ عايز مراتي. مراتك؟ هتعمل لك ايه مراتك دلوقتي؟ ده انت منايل ب60 نيل، انت فيك حيل. مراتك ايه؟ رفضوا يعيدوا الجدول. الإدارة الجديدة متربسة قوي. هو في ايه؟ هي البقرة لما بتقع بتكتر سكنها؟ هم هاجوا علينا فجأة كده ليه؟ وهيستفيدوا ايه من كده؟ عاوزين نسيب لهم البلد ونمشي يعني؟ وزعلانين من اللي بيهربوا. تعصرنا شوية، ايه يعني؟ الدول نفسها بتتعصر. نظام باشا في انتظار سعادتك. مساء الشكر يا باشا. السفير الامريكي عنده جوه، اول ما يخلص سعادتك هتخش على طول. هو متعسر اخر؟ هو مين يا فندم؟ السفير الامريكي. ماله؟ لا مفيش. بنك الامان قلب اصله معاك، حب يعمل لك شويه شوشره. ودياب المنصوري زي الغربال الجديد له الشده، وانت جاي لي عشان نرخي الشده دي شويه، مظبوط؟ نظام بيه عبد الدايم طول عمره مظبوط. قول لي بقى، عباس شريكي ابن سيادتك اخباره ايه؟ تمام. ده حتى هنا من الصبح. يا اهو شرف يا سيدي. اهلا بابو شريكي وحبيبي. ازيك يا حبيبي؟ ازيك بغبط؟ ازيك اخويا؟ ازيك؟ ازيك يا حبيبي؟ انت ما بتجينيش الشركه ليه؟ سيبني واقول لوحدي يا راجل. هو بقى في سنه ايه دلوقتي؟ بقى في سنه ثانيه ابتدائي يا سيدي. ما شاء الله ما شاء الله، يعني نجح في سنه اولى. الواد ده لازم تبخروه. اقعد يا عباس قبل ما اخلص مع عمك محسن. ايوه يا باشا. دي ملاهي هنداوه يا باشا. وزي ما سيادتك عارف دي اول واكبر مدينه ملاهي في الشرق الاوسط. دي مكلفه فوق ال 40 مليون جنيه. راحوا يقدروها. ملاهي؟ انا عايز اروح الملاهي ده. ثلاثه بالله العظيم يا راجعه. من بكره هتبقى ملاهي بوبس. ايوه يا محسن بيه، بس مش معقوله يعني هتدي الولد هديه مدينه ملاهي؟ يا عم خلي العيال تلعب. دي ضربة معلم يا محسن باشا، دي معجزة. بشرفي انت ساحر. ايه اللي حصل ده؟ لهجة البنك اتغيرت خالص. دياب لسه قافل معايا، جدولنا القرض وزودولنا المدة. عشان تعرف انت بتشتغل مع مين يا متر. سيادتك لغز كبير قوي يا محسن باشا، نفسي اعرف احله. بوبوس. نعم بوبوس.
دي نظرية اقتصادية جديدة؟ دي نظرية بوبس لجدولة الديون المتعثرة وتوفيق الأوضاع. دي نظرية أمريكية؟ لا دي مصرية 100%. على فكرة يا باشا أنا كده متفائل قوي. متفائل بإيه؟ إحنا لينا فلوس برة كتير قوي، لو لمينا نصها هنسدد كل اللي علينا وزيادة كمان. أهم دول كبار رجال أعمال في البلد، اللي عنده 200 مليون واللي 130 مليون ومشاريعهم شغالة وعايشين ملوك. روح خد فلوسك منهم أنت أحق بيها دلوقتي. مين الأولاني ده؟ ده كريم ثروت. لنا كام؟ 45 مليون. أنا لساني اتلوى معاك. غلبت أقول لك ما تتعاملش مع البنوك المصرية دي. دولت ناس ما لهمش في البيزنس ولا يعرفوا أي حاجة في البيزنس من أساسه. وقلت لك كمان حط فلوسك في بنك مانهاتن. دولت ناس كوريكت بيس وبراكتيكال. عايز تجدول يجدول لك بمنتهى السهولة اللي في الدنيا. أي بيزنس مان مع بنك مانهاتن حاسس نفسه سيف اند سكيور. نصيب بقى ثروت. ال 45 مليون دولار بتوعك هكتب لك بيهم شيك على البنك مانهاتن. اسف جدا نسيتهم. اي بيج يور باردن. متشكر يا ثروت. ايه الصوت ده؟ ده صوت مراتي. هي مراتك بتولد؟ طلعت يا ثروت بنت الحرام. خسرنا كل حاجه، بنك مانهاتن فلس وفلوسنا كلها راحت. بابا ثروت اجيلك وقت تاني يكون مزاجك رايق فيها. يا عم جيد، عم جيد على فين يا باشا؟ ايه على فين يا باشا؟ على فيلا هاشم السلحدار اللي في الزمالك، عارفها؟ هو في حد ما يعرفش هاشم بيه السلحدار يا باشا؟ عنده فلوس بره وجوه تشتري مصر كلها. بره وجوه؟ على الله بس نعرف ناخد الفلوس بتاعتنا اللي عنده. ربنا يسمع منك يا باشا. هاشم بيه موجود؟ ايوه يا فندم. قول له محسن هنداوي. اتفضل حضرتك. ولا سبت حد لما رحت له؟ ده كلهم متعسرين. رحت الفتح الشواتفي لين عنده 9 مليون وكسور. رحت له عنده زهايمر. اول ما شافني قال لي ازيك يا فاطمه، افتكرني امه. طب بس 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 عطيه ابو سريع. مين عطيه ابو سريع؟ عطيه ابو سريع بتاع الادوات الصحيه. او ده بقى لين عنده كاش يعدي 7 مليون، ده غير حصتنا في الفيلا اللي كنتوا خدتوها مع بعض. ايوه احنا لينا فيها النص، والفيلا دي تعدي دلوقتي ال 40 مليون. حبيبي هاشم. هاشم مين؟ انا بكلمك عن عطيه ابو سريع. مو هاشم بس حبيبتي ياس نبلور با Ne fais pas comme ça, chérie. Je suis malheureuse. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien, chérie. Merci, ah oui. Fadal. Quand je suis arrivée, je suis arrivée à la fin. Quand je suis arrivée, je suis arrivée à la fin. 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 Je suis ما سابش واحدة من أصحابي دول ما حاولش معاها. كتيرة قوي كنت أقفشه بيلعب في مناخيره. أقول له بتعمل إيه عطية؟ يقول لي بتسلب. وكتير قوي قوي كان بيطلع له دمامل. يقعد يفعص فيهم يفعص فيهم، لما تتفعص يحط إصبعه في بقه. بيعمل صوت بشع وهو بياكل. كنت برجع. لكن أنا بصراحة غفرت له كل حاجة بعد لما مات. هفضل مخلصة له بقية عمري كله. بس تعرفي بقى اللي فريمون جنتي طلع ذوق مات بدري.
الحمد لله. راجع هاني تشري؟ سيل فوبلي رأفت كابوتشينو سان سكر. مهجة هاني؟ فرابتشينو بس من فضلك في المج الأسود بتاعي عشان أنا حزينة. ربنا يجعل آخر الأحزان، أوكي؟ ماشي. على فكرة لطفي ألماس بقى هلكني، هيموت عليكي كل يوم مواجع مواجع مواجع. بليز بقى هني عليه شوية. ما يصحش، ده كان صاحب جوزي. الله، وده يمنع. وما تنسيش كمان إن المرحوم ميت وهو مديون له 100 مليون جنيه والراجل من الجانتياس بتاعته ما فتحش بقه لغاية دلوقتي. وعلى فكرة جايب لك كلية ديامون يجنن يجنن سينيب الجاغي. تعرفي أنا ظلمت لطفي معايا، يا ريت تبلغيني أنا بكن له كل احترام. يا تبدا ودلع يا يقول أنا تغير. إيه اللي أنت بتعمله ده يا حيوان؟ دي نانسي عجرم حضرتك. في العزة؟ لا في الكاسيت. شيل ده بسرعة بسرعة. حضرتك راح فين يا أنا مهجة النشار حرم المرحوم عطية أبو سري. لا حول ولا قوة إلا بالله. عطية مات. بقى في حياتك يا مدام يجعلها آخر الأحزان. أنا محسن هنداوي صديق المرحوم. ميرسي أوي محسن بيه على حضورك. لا على إيه؟ شد حيلك. إحنا كده. الميت بيرتاح والحي هو اللي بيبقى تعبان. والله. لا 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 اجمادي مال اجمادي يا مدام اجمادي كده. لازم تجمادي. انا جمدت خلاص مستي. ما تجمديش قوي كده يعني، هو كان غلط كده بس. الله يرحمك عطية. والله والله ما اعرف الا دلوقتي. عطية كالرجولة كالرجولة طول عمره كان يحب الضحك والفرفشة. والله بس شهادة لله كان ذوقه حلو وكان يحب يمتع نفسه وكأنه حبيبي كان حاسس انه ماشي حبيبي. والله انا اللي كنت جاي اشوفه الاقي نفسي جاي اعري فيه، قصدي اعزي فيه. تعرفي حضرتك ما كنتش اقول له بني طاطا. والله كان يحب كلمه طاطا دي قوي. بدلعه طاطا اخبارك يا طاطا، وهو بقى يقول لي يا ميحة لان انا محسن. قولي ازيك يا محسن. محسن وطاطا كان حتى في الشارع معروفين. محسن جيت طاطا راح، طاطا جيت كنت فاح اللي انت بنتك وحل. يا حبيبي يا هاشم قهوه قهوه قهوه. والبي بيرة ساعة. محسن بيه هنداوي سيادتك، انا اسمي رأفت شغال هنا، انا من اشد المعجبين بسيادتك. سيادتك تعتبر مثل اعلى لكل الشباب. انا سيرفيس على سيادتك من 10 سنين في المطعم الصيني، وسيادتك ادتني ورقه ب 100 جنيه ومضيت لي عليها، انا محتفظ بيها لغايه دلوقتي للذكرى. طب رأفت هات لنا بقى جنب البيره شويه ترمس على شويه سوداني سخنين على شويه كاجو. عشان دي الظاهر انها ليله حلوه، ليله حلوه قوي. عينيا يا باشا. وانا كان عندي عزم من عطيه، انا كنت بحب عطيه قوي. ازيك دلوقتي يا مدام؟ مش كويسه الحمد لله. احسن نفسي قوي. لا 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 انا عايزك تبقي مؤمنه كده، لازم تكوني مؤمنه. لا 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 انت بتعذبيني كده، انت بتعذبيني. عايزك كده تبقي مؤمنه و... ها بس بس حبيبي حبيبي هاشم. مشبره يا باشا. هنا ازاي تعمل كده يا حيوان؟ دي رفعزه.
ده محسن بيه هنداوي، صاحب اول واكبر كل حاجه سيادتك. امشي. هو كان في زعطية، كان جدع وصاحب صاحبه. اه والله عمره ما كان مليم على حد، عشان كده ليلته زي الفل فل. لسه مقابل من اسبوع في الجيم، كان طاير من على الارض طير. اه والله زي الفراشه، كان خفيف الله يرحمه. بتقول قابلته امتى؟ من اسبوع. قابلت مين؟ عطية الله يرحمه، هو اللي انا دخلت عزا غلط. بقى انت قابلته من اسبوع؟ يعني اسبوع 10 ايام كده. الله يرحمه، الثانوية بتاعته النهارده، ميت من سنة. ميت من سنة؟ امال كان بيجي الجيم ازاي وهو ميت؟ وانتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ انت مين وعايز ايه؟ هقول لك بس ما تصحش كده قدام الناس. دول اصحابي الانتيم، ما بخبيش عنهم حاجة. لا اصل ده موضوع عائلي لازم نتكلم فيه على انفراد. اوكي يا مهجة، احنا هنمشي بقى يا روحي. اورفار. اورفار يا روحي. اورفار، مع السلامة. مع الف سلامة. مع السلامة. بنت حلال يا بنت. باي يا روي، ميرسي. بونوي. رافض عينيا يا باشا. هات لنا بقى ازازة تانية، عشان شكل القعدة كده هتطول شوية. ها؟ عينيا يا باشا. والنبي يا باشا، سيادتك يعني ممكن قبل ما تمشي آخد معاك صورة؟ أوي. أجيب الموبايل من جوه. أوي. الله يخرب عقلك يا طاطا. سنة ميت وتجي لي الجيم. نعم. عاوز إيه؟ تعالى اقعدي جنبي كده عشان عايزين نتكلم كلمتين حلوين مع بعض. ها؟ احنا لسه هنتكلم؟ انا مش في المود. انا بقى في المود. خدي بقى اشربي الكوبايه دي عشان نبقى احنا الاثنين في مود واحد نعرف نتكلم مع بعض. مش طفحه الزفت ده. ولا ده. عايز ايه؟ شويه بقى باشا بسطرمة على شويه جبنه على شويه لانشون يستاهلوا بقك يا باشا. مفيش زيتونه مخلله كده على مزاجك؟ يا سلام يا باشا، حلميه الزيتون تكون عندك حالا. ما تجيبش حاجة يا زفت. أطلب لك البوليس ولا هتتكلم؟ وأنا مش عارف أتكلم وأنت عصبية كده. تعالي اقعدي. اقعدي كده وروقي عشان نعرف نتكلم مع بعض. أنا محسن هنداوي، صاحب هنداوي جروب، أول وأكبر مجموعة اقتصادية في الشرق الأوسط. شوية زيتون بقى يا باشا يستاهلوا بقك. ليمونة مع صفارة بقى كده على مزاجك. ها؟ يا سلام يا باشا، كبري الليمون. ما تجيبش حاجة يا زفت. الواد ده جدع أوي. اخيرا مهجه وافقت عليا. ياه، انا مش مصدق نفسي. انا ما قلتش انها وافقت يا لطفي، لكن يعني بالغريزه بتاعتي الانثويه وباعتباري ست بفهم، اقدر اقول لك ان مهجه بتموت فيك. ازاي؟ مهجه انسانه مش عاديه، يعني ست زيها اللي تقفل على نفسها المده الطويله دي كلها بعد موت جوزها وترفض كل المغريات، تبقى اكيد معجزه. هو ده بقى اللي مخليني مش عايزه افرط فيها. اوكي يا محسن بيه، صدقني انا اول مره اعرف ان المرحوم كان مشارك حد في الفيلا. وعلى كل، سيب لي نمره تليفونك وهخلي المحامي بتاعي يتصل بيك. اه طب والفلوس؟ فلوس ايه؟ ال7 مليون دول برضو ما عندكيش فكره عنهم؟ مش حضرتك ماضيه على الشيكات دي برضو ولا ايه؟ حاضر حاضر، بس اديني اسبوع 10 ايام احضر لك المبلغ. طيب ادي احنا قاعدين هنا اسبوع ولا 10 ايام لحد ما تجهزي نفسك. تقعد فين؟ انت اتجننت بقى ولا ايه؟ انت مش طبيعي؟ لا تشتمي ليه طيب؟ انت بقى اللي مجنونه وقلت الادب. لا احترم نفسك واعرف انت بتكلم مين. انا اللي غلطانه ان انا اتنزلت وقعدت مع واحد زيك. الظاهر بقى انك انت وليا لبط ومش هتجيبيها البر. وليا؟ زعلتك وليا قوي، واللبط ما زعلتكيش. ما قلت لك هديك فلوسك، اصبر عليا شويه. اصبر اصبر اصبر. وفي حد بيصبر النهارده؟ اشمعنى انا اللي حاضر؟ لا الحكومه عايزه تصبر ولا البنوك عايزه تصبر،
اشمعنى انا اللي اصبر؟ اول نبى ساعة الباشا الصورة اللي انت وعدتني بيها، الموبايل بتاع حضرتك يا استاذة موجة يعني صورينا عشان انا الموبايل بتاعي ما فيهوش كاميرا وبعتهولي بلوتوث. ها؟ يلا ابتسم بقى يا باشا ابتسم. امشي انجر من هنا، انجر. ايه في الباب يا رافض؟ مش عايزين فضايح. صح يا باشا، طول ما بابنا مقفول علينا محدش ليه دعوة بينا. مش كده؟ اه. سيب الزفت مفتوح. وانت ان شاء الله جاي لي على بيات ولا ايه بقى؟ اديني فلوسي وانا امشي. مش عطية الله يرحمه ده مش كان صاحبك؟ اعمل له اعتبار. ده كان صاحبي ولا نيل، ده كان حرامي، وكنا واخدين البيت ده الشركة عشان نجيب فيه نسوان، ولا كان فيه طاطا ولا ميحة ولا حد انت عامل ميحة، ولا كنت بعمل كده عشان اعلق البيت اللي جنبي. انت طلعت لي منين بس؟ انت ليه مش عايز تراعي ان انا ست وعايشة لوحدها وارملة؟ ارملة؟ اه ارملة يا عيني. ارملة ولابسة فستان اسود، الفستان قصير ورجليك طالعة زي البنور. هو انتوا كده رجالة تموت تحلو وترمرموا بعد كده؟ ها؟ انت بني ادم قليل الادب. انا برضو بني ادم. انا بني ادم برضو. هي بني ادم دي اللي ضايقتك قوي وقليل الادب ما ضايقتكش؟ طب اديني فلوسي وانا حامل. طب وديني ما انا مديك اي حاجة، ايه رأيك بقى؟ وهتخرج من هنا ورجلك فوق رقبتك. فاكر انك انت استفرقت بيا؟ لا هوريك الوش التاني. يلا يلا اطلع بره. انا قاعد في بيتي، انا ليا نص البيت ده. ما انا في حاجه. انت بتضربني يا حيوان؟ لا عشت ولا كنت. شوية ورق عنب بالعكاوي بقى يا باشا يستاهلوا بقك. لطفي 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 استنى يا لطفي 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 اكيد فاهم غلط. لا 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 تعالى انت شيل من هنا وانا هشيل من هنا. حاضر يا باشا. ها؟ لا استنى عشان ده بلوى هنا، في بلوى. تعشين من هنا، تعشين من هنا، وانا اشيل من هنا. ماشي ماشي. من عند الوراك وانا اشيل من عند الراس. ها؟ ايوه. بس اسمع. لا استنى استنى. معكش كوريك؟ كوريك؟ اجيب لك ساتك ولا ايه؟ طب اسمع اسمع. انا اشيل من عند الوراك وانت تشيل من عند الراس. ماشي ماشي. ماشي؟ ماشي. ماشي. استنى بس استنى. طب اسمع. ما تيجي نشيل بقى ايه من الجناحات احسن. من جناحتها؟ انت جناح وانا جناح. ربنا يخليك يا باشا. ربنا يخليك. ايه وانا بعزم عليك على اكل. حاضر يا باشا. يلا حبيبي. الولاده دي مجنونه يا رأفت. ايوه يا باشا وبتاخد مهزئات. مهزئات؟ ايوه يا باشا سيادتك يعني بتقعد تهزق فينا على الفاضيه وعلى المليانه. هو ايه اللي حصل يا باشا؟ لا ولا حاجه. بقول لها انا ليا نص البيت ده راحت وقع من طولها. انا باشا مش مصدق نفسي. انا بتكلم مع سيادتك. انا مره شفت لسيادتك حوار في التلفزيون يا باشا وانت بتحكي عن قصه كفاحك وازاي بدات من الصفر ووصلت بقيت اهم رجل اعمال في مصر. بص بص يا رافض. ايه يا باشا؟ اهم حاجه في رجل الاعمال انه لما يقع يقدر يقف على رجليه تاني. مهم جدا. يا سلام. عنك انت اخويا عنك انت. ايوه عارف رجل اعمال لما يجيله فرصه لازم يتبت فيها يمسك فيها بامت ما سيبهاش. ما سيبهاش ابدا. يا سلام. كل حاجة ترجع زي ما كان
سيبها كده تنام بالفستان، مش نلبسها قميص نوم ولا حاجة عشان متهيألي بلاش يا باشا. بلاش؟ لا متهيألي بلاش. طيب. أنا بقول أنام هنا أحسن عشان الواحد تعب يعني. يا باشا أوضتك موجودة يا باشا. آه. ما يصحش يعني. طب ما نلبسها قميص نوم، ما يصحش حد يجي ولا حاجه. ده هي بتحب تنام كده يا باشا. تحب تنام كده. اه اتفضل. لطفي استنى يا لطفي. الله، هي دي بقى الطاهره الشريفه يا استهانم؟ ها لطفي، دي زي القطه المغمضه يا لطفي. دي ست منحله، ما كلفوش نفسهم حتى يقفلوا باب عليهم. معقوله مهجه تعمل كده؟ ومين الراجل ده؟ أنا بقى متأكدة إن مفيش أي رجل في حياتها. وأنا زي العبيط لهبل واخد لها ورد وداخل عليها ألاقيها بنت ال... لا أرجوك ما تقولهاشي، بليز ما تخليش الشك يدخل جواك. شك؟ شك إيه يا مدام؟ ده إحنا الاتنين دخلنا عليهم ولقيناهم مقطعين بعض. ما تقولهاشي، بليز يا لطفي ما تقولهاشي. ده هي تحت وهو فوق يا هانم، هي تحت وهو فوق. دي أوضة المرحومة يا باشا. بقى مرحوم كان بيسيب لهطة القشطة دي ويجي ينام في الأوضة دي لوحده؟ عز بقى يا باشا. أنا نفسي أتجوز مخصوص يا باشا عشان أنام في أوضة ومراتي تنام في أوضة تانية خالص. تعرف يا رافض، أنا كمان نفسي أتجوز عشان أنام في أوضة ومراتك تنام في أوضة تانية خالص. إيه؟ إنما أنت ليه يا رافض ما اتجوزتش لغاية دلوقتي؟ قرين فتحة من 9 سنين يا باشا. 9 سنين؟ ودي صورتها قبل الفتحة ولا بعد الفتحة؟ جوازها أصلها متعسرة شوية. الله، أنت كمان متعسر؟ الدولة مش عايزانا نتجوز يا باشا. ليه؟ أنت خطيبها من حركة كفاية؟ لما تبقى الشقة التعبانة أوضة وصالة ب80,000 جنيه تبقى الدولة مش عايزة. لما الفرح المعفن يخش له في 10,000 جنيه يبقى الدولة مش عايزة يا باشا. لما المرتب يخلص بعد اسبوع من الشهر وبقيت الشهر ناكل عيش حاف، ده لو لقيناه يبقى الدوله مش عايزه يا باشا. يعني ابوها وامها موافقين؟ طايرين بيا يا باشا. والبنت بتحبك اكتر من عمرو دياب سيادتك، وبتجيب لي دباديب كمان. دباديب؟ اه. والدوله هي اللي مش عايزه؟ ايوه يا باشا. مين بالظبط في الدوله اللي مش عايز؟ ما كلهم حبايبنا. ما توديناش في ده يا باشا، يعني ما توقعناش في الغلط سيادتك. طب ما تروح للكبير. كبير مين سيادتك؟ ما تروح للرئيس. نعم. نعم ايه؟ تروح لرئيس الجمهورية. سيادتك عايزنا اروح انا للرئيس اقول له ان انا عايز اتجوز تهاني؟ يعني سيادتك الرئيس يعرف تهاني؟ الرئيس يعرف تهاني وزكية وعلية وليفني وكندريزا رايس. الله، مش رئيس؟ لا يا باشا سيادتك، ده انا طب ساكت يعني، انا اقف قدام الرئيس وجها لوجه كده، ده الكلام ما يطلعش يا باشا. تعال اعتبرنا انا الرئيس. قول اللي جواك. يعني سيادتك مالك يا ابني في ايه؟ اصل سيادتك يعني ليك هيبه رئيس يعني. طب قول مال. بالنسبة يعني لتهاني يا ريس. تهاني مين؟ سيادتك مش قلت تعرفها؟ تهاني. أنا بقول نفسخ الخطوبة وكل واحد يروح لحاله، يعني هي الدولة مش ناقصة سيادتك يعني يا ريس. ليه يا ابني ليه؟ أنت مديون بكام؟ بلاوة يا ريس، 1270 جنيه كل شهر قصاد بس. عندك سيادتك 350 جنيه قسط التوك توك؟ توك توك. ايوه التوك توك، زائد 170 جنيه قسط الموبيليا اللي انا بعملها في المناصره، ده غير المنجد. منجد؟ حد برضه يقول للريس منجد؟ ما انا خلاص طهقت يا ريس، طهقت مقفله في وشي زي الدومنه، والحكومه نازله في تصريحات وعمالين بيقولوا كلام مش جايب همه، وبالليل يدونا المنحق والصبح ياخدوها مننا تاني. احنا بنتحرق يا ريس، احنا بنموت كل يوم ومحدش حاسس بينا يا ريس. بس يا حبيب، حد يمسك الريس بالطريقه دي؟ ما انا يا ريس تهاني، ده
تهاني ابوس رجلك، تهاني هتروح منها يا ريس. يا ابني انت عندك مشكله تهاني، انا عندي مشكله 80 مليون تهاني. يا ريس بياخدوا فلوس البنوك ويهربوا بره يا ريس، واحنا مش لاقيين العيش الحاف يا ريس، حرام عليكو. الله يخرب بيت الديمقراطيه اللي خليتكم تتكلموا كده. سيب رجلي انا، حق عليا اللي سبت الشعب كله عمال اسمع واحد فاسلي زيك. حد يعمل كده؟ ده لو صور في الداخليه كان علقك. معلش يا باشا من غلبي، انا اصلي على باب الله. يا ابني كلنا على باب الله. انت فاكر انك انت بس المتعسر؟ ما كلنا متعسرين، احنا متعسرين اكتر منكم. طب يا باشا سيادتك يعني ما تروح للرئيس، انا لسه جاي من عنده، ده راجل طيب قوي. روح لمين؟ للرئيس. انت شايف كده؟ اه. مساء الخير يا ريس. ربنا يديك الصحة والعافية وطولة العمر، ويدينا احنا على قد نيتنا الوسخة والغل اللي جوانا. تنساش تكلموا على موضوع تهاني. تهاني اه. انت فاكر يا ريس لما انا كنت الريس وانت مش الريس، وقعدت تمسكني من الجاكيتة وتزعق كده وتفتف في وشي؟ ها؟ طيب انا دلوقتي بقى مش الريس. انا فاهمها، هتفهمني هي محتاجة حاجة؟ تعالى بسيط. عندك حبان ومستكه؟ ايه ومات، عندي الحاجات دي كلها، دي بتخلي الاكل فلالي. يا واد انت يا فلالي، الله يكرمك. انا كمان طبيخي يعجبك قوي. الله يا رب يخلي اللي بياكلوه يبقوا زي الجواميس. انت فلاح مش كده؟ ايوه من خربتي بحيره. ولسه جاي بقى؟ ايوه لسه جاي. يعني لسه بخيره. خير مقدارك. طب عندك حب هان؟ ايه؟ حب هان. ايه الحب هان دي؟ يعني حب هان، بس انا بحب ادلعها عشان اقول لك حب. ايه؟ في؟ اهو موجود الحب هان اهي. طب بقول لك ايه؟ ما تيجي تدوق اكلي. ايه؟ تعالى دوق اكلي. يا ست الله يكرمك. يا جدع ما تبقاش كده، ما تبقاش مغفل بقى. انا برضو مغفل. انت يا ست انت لعيبه، انا عارف انت قصدك ايه بالظبط. يلا مش نجر من هنا. اما قليل الادب صحيح. انا برضو اللي قليل الادب. ما تتلم يا خالتك. وخالتي ايه دخلها بالموضوع؟ الله، ايه في ايه؟ ده البلاوي اللي انت جايبها دي يا معلم. في ايه بس؟ بسلامته بيدوس على رجلي ويبصبص لي. انا بصبص لك ازاي؟ ثم انا ادوس عليك منين؟ اذا كنت انا واقف هنا وانت واقفه هنا. ايه يا قله الادب دي؟ اه انا لا بصبصت لها ولا دوست على رجليها يا معلم. يعني الست هتكذب؟ حقك عليا يا ست. تعيش يا سبع البرومبا. حاجتك اللي انت عايزاها كلها هتاخديها وزياده على حساب المحل. اه ده شغل المعلمين. بقول ايه يا معلم؟ يا نعم. انا عايزه شويه مغات بالمره. مغات؟ مغات محوج على عناية. تعالي معايا. تعجبني يا معلم. يا نهار ازرق، اما انت معلم قليل الادب صحيح. من عوام. اهلا يا ها زحلقته؟ لا شغلته. يعني ايه؟ هو حتى واقعد في قرابيزي كده؟ يا ستي بكره يظبط في شغلانه جديده ونبقى نشوف له اوضه يتلم فيها والسلام. وهو ده عمره يا عمر في الشغلانه ده؟ دخلت الناس السبت والاثنين ودخلته سنه وجمعتين. يا ستي بكره ربنا يسهلها لي. انا اللي نفسي ربنا يسهلها لي. نفسي اتلم انا وانت في اوضه ما فيهاش شحط. ولا انت ما صدقت يا سبع البرومب؟ اديني بجنيه رجل عفريت. رجل ايه؟ رجل عفريت. رجل عفريت؟ هم قالوا لك في رجل عفريت عندنا؟ ما هو هو ده رجل عفريت البتاع الخشب ده. ايوه هو ده رجل عفريت. وده عايزاه في ايه ده يا ست؟ بغليه واديه لابني عشان ينطق، اصله بعد عنك اخرس. اخرس وهتدي له رجل عفريت يقوم ينطق؟ يلا يا ست بلاش هبل، يلا روحي وفري فلوسك، ده خشب طفش، الراجل بيجيبه من العمارات القديمه. يلا يعني ده مش رجل عفريت؟ رجل عفريت منين يا ولية؟ اجري روح بلا هبل يلا امشي، احنا بنربي هنا فلان وصراصير، ما بنربيش رجل عفريت. يلا يلا بلا هبل. اله ربنا يستر عندك يا اخوي. يلا يا ولية روحي. فاحنا بنربي فران وصراصير بره. اصل هي بتقول بره. ما انا هقول لك. اصل قلت هي بره. دي وليه مجنونه بره. هي بتقول رجل عفريت بره. بره.
اكون انا مكسوب. انت بتتكسف ابدا. انا مش غلطان، الراجل العطار هو اللي قليل الادب. هو برضه قليل الادب يا اخي. اربط الحمار موضع ما يقول صاحبه. قال يعني جريه في غش الناس ومعاكسه الحريم. انت مالك انت؟ وانا عمره حلف على الشغلانه ده. انت بتلفق في ايه مقطوع؟ اربه انا برضك اربه. طيب يا مرات خال الله يسامحك، تقولي على نعمه ربنا اربه يا اخويا. معلش يا خال، معلش ما تزعلش مني، بكره هبقى كويس قوي، اوعى تزهق. بكره تنفخر ان ليك ابن اخت زي، هتنفخر بيا يا اخي النفخره. ولا هشغلك ايه بس تاني يا ابني؟ ما انا خلاص غلب حماري. بابا عايز ايه؟ انا الفرجان بتاع الخضار كان بيدور على واحد يجرون العربيه. يجرون العربيه ايه يا بنت؟ هشتغل حمار. حمار ايه يا راجل؟ هو عنده حمار تاني، هو عايز واحد يمشي معاه يساعده بيع الخضار. اذا كان كده معلش، شغلانه حلوه خضري ليها مستقبل. خلاص الصباح رباح، خلك يبقى ياخدك يوديك الفرجان. اذا كان كده بقى الواحد ياكل بنفس مفتوح. وما بنت فزني من هنا. قومي قومي كخابر، الواحد بقى ياكل دلوقتي بنفس مفتوح يا مرات خال. ونعمة ربنا لو حد مد ايده دلوقتي هيعرف شغله. انا بقالي ساعة قاعد، ساعة قاعد على نار. انا بقول لكم اهو، قوم فيزت انت اهو، قوم يا خال انت كمان. يا فوطة يا مجنونة يا فوطة. فوطة ايه يا ابني؟ اسمها قوطة مش فوطة. قوطة ايه؟ هي بلدنا اسمها طماطم لكن هنا اسمها قوطة. خلاص انت حر قوطة قوطة. يا مجنونة يا بنت المجنونة يا قوطة. هي مجنونة بس مش بنت المجنونة ولا حاجة. طب بقول لك ايه؟ بدمها مجنونة كده ما تيجي نبيعها قدام مستشفى المجازين. اخرب عقلك، دمك زي العسل وباين عليك ابن حلال وهتنفعني بإذن الله. أنا دراعك اليمين. اديني كيلو بطاطس يا عمي فرجان. عينيا الاتنين. تسلم عينيك. استنى أنت يا فرجاني ما تتحركش. وعندنا كوسة حلوة أوي، شوف الكوسة عاملة إزاي؟ تنفع للأطفال. اديني كيلو كوسة. والطماطم تلاقيها النهاردة ما تلاقيهاش بكرة. ناخد 2 كيلو. طبخين لحمه النهارده؟ اه. ما تاخدوا محشي معاها يرم العض. لا دي شيله كبيره قوي. وماله؟ اوصلها لك لغايه البيت. واي خدمات اخرى؟ افندم؟ لا مفيش. شوف الكساءه عامله ازاي؟ الحمد لله جبرت وبقت حاجه عالي. وكده حلو وعالي يا حسنين، وشك حلو عليا. الله يخليك يا عم فرجاني. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا هسيبك دلوقتي واطلع على سوق الخضار اتسوق خضار بكره. وانت بعد الحمار ما ياكل تجيب العربية وتيجي على البيت او بالمرة تتعشى معانا. لا ربنا يكرمك يا عم فرجان. طيب. لا ربنا يخليك. السلام عليكم. مع السلامة. طب كنت هتجريها ولا حاجة؟ هتعمل كل اللي بالفلوس دي كلها ايه؟ انت على قطع الهلال كوباية الشاي تقيلة يا ولا، احسن واحد دماغه تقلب حبتين. والسح اللي حتفوه شيلوا الواد من ابوه، السح اللي لحت فوق شيلوا الواد من ابوه. انت يا اخينا اخينا هو حسنين ما جاش بالعربية ولا ايه؟ لا ما جاش. يا ترى ايه اللي اخره؟ ايه ده؟ ياه لما حتة نومي حمار راح فين؟ ده كان مربوط. ايه اللي فات يا حمار؟ يا حمار انت رحت فين يا حمار؟ لازم بقى سبقني على البيت. طب مش كان يستنى لما نروح سوي؟ اما حمار صحيح. فين الحمار؟ ايه؟ فين الحمار؟ قال لا هو ما جاش هنا. هنا فين؟ هنا في البيت. بيت مين يا جدع انت؟ فين الحمار؟ ما تخافش، هو تلاقيه بيقضي مصلحه وجاي على طول. انت عبيط يا جدع انت ولا بتستعبط؟
فين الحمار ومين اللي فك الحمار؟ وانا مال لما يجي بساله اساله ده انا هروح في شد الداهيه يا ولا ولا محمد على صح بس ولا بتقول بس اسكت انت هي بلد ما فيهاش حكومه ولا ما فيهاش حكومه بس ولا ولا انت عايزين تعصوني يعني اوعى تجيب حاجه فيكم يا خال مفيش يا خال اسمع كلام يا حسنين يا ابني احسن حل انك ترجع بلدك انا ماليش حد في البلد يا خال يا ابني افهمني لقمه العيش هنا صعبه لازم تشتغل وتشقى انما هناك اللقمه سهله يا خال انا ماليش حد غيرك يا خال والله يا حسنين يا ابني انا عملت اللي عليا وزاده شويه كمان قول بقى انك انت خايف من مراتك ايه هو في حد ما يخافش من مراته فضل يخاف سلم طب ما تبعتها البلد تخوف الفراق بدل الحكومه بتصرف المصاريف الجامده دي بقولك ايه خد يا حسنين دول وموصل موقف التاكسي الاجره وليك رب اسمه كريم ما تخلي يا خال زي بعضه هات ياسين انت ما صدق الاجره يا فنديه لما نوصل بالسلامه يا اخينا ادفع الاجره يا اخينا قبل ما نوصل بنزين يغلى دفعت الاجره مضاعف قال لا انا كان معايا 2 جنيه دلوقتي راحوا فين؟ دور عليهم ده الناس دخلي لسه مديهم لي دلوقتي امال انا بطلب الاجره مقدم ليه؟ ما كل يوم يطلع لي واحد زي ده ويعمل عليا الاونطه دي عيب يا اسطى ما يصحش كده انزل بقى يا اخويا انزل اديني هنزل يا اخويا مسوق اديني افتح لي الصخمطه دي وحياتك بتفتح من ايه؟ يلا يا اخويا روح يا اخويا اعوذ بالله يلا امشي امشي لك ماشى الشروكه بقى ان شاء الله يطلع لك فرد بلجيكي ياكلك انت وعربيتك كمان يلا يا اخويا تبدا الميه انت واللي يعرفك لما تبقى تتجهر تحت منك اصحى ممنوع النوم هنا ايه ممنوع النوم هنا هو بيشتهي بيت ربنا قال لي معزوم في بيت ربنا بس ما تنامش حاضر اصحى يا بلدين اصحى عشان افرشك بره حاضر طب يلا قوم بره بقى يلا بره روح انت يا سيدنا انا مش هخليه ينام هنا مساء 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 الخير مساء مساء الخير مساء النور طبعا انت جعان نوم قوي انا جعان نوم قوي وتيجي معايا وانا انيمك بتتكلم جد والنبي صحيح طبعا صحيح لا يا ابويا لا يا ابويا بلاش ليه فاكر هتقول لي انام نظير كذا وانا يعني مفيش فلوس خالص يا سيدي 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 الناس لبعضيها قوم يجي منه تمام مقطوع من شجره واقع من على النخله وحالته انفشه وشكله انشط طب ما جهزتوش ليه ان شاء الله بس ما نجوه شويه والصباح رباح ماشي يلا يا سو 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 سكر انت بتتكلم كده ليه مؤاخذه اصل السي سي 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 ما بتجيبش معايا اتفضل انت مؤاخذة يا معنانا يا
سجايرك اهي عشان بعد ما تاكل تحبس كمان. ده كرم كبير قوي منك يا سي خليل يا نبيه. يا سي حسنين يا برطوشي، اسمي خليل الغبي مش خليل النبي. ماني عارف، بس كل ما بقولها لك بقول يا اهلي مش معقول امك سهمتك الغبي. بقول دي يعني احنا في السجن احسن. خليل حمار الغبي الغبي يا حسنين، انا بالمؤاخذة الواد ده بيدوله شهادة. شهادة؟ شهادة ايه بقى؟ شهادة هياكل منها ذهب. انا مش فاهم. بيعملوا له عاهة انتكت. انتكت؟ انتكت ايه؟ غزق عين هياكله الشهد. غزق عين هياكله شهد؟ الشمال بس، ولما يبقى فل ومتريش نخزق له التانية ويبقى كده خد البكالوريا. بكالوريا؟ بكالوريا ايه؟ بكالوريا التسول يا روح قلبي. الناس كلها بتاكل من عرق جبينهم، هنا ياكلوا من عرق عاهتهم. من عرق عاهتهم؟ حلو. حلو قوي يا سي خليل يا بهيم. يا خليل يا غبي. واللي حظه حلو بقى يقع في سكتي اشقطه انا. اجيبه هنا نديله الشهاده الملائمه اللي تلائمه ويبقى طاقه القدر اتفتحت له. عشان ارسم، عشان اخطط. انا شغلتي شغله مزاج يا استاذ، مش لعبه عيال. طب خلاص خلاص، انت استسلمني بقى وشوف نعمل في الوقت ده ايه. بس ما تقولش واقف. سيبوه دلوقتي. خلاص. انت بتكلم اكبر خبير للشحاتين في البلد، بتكلم شخصية استاذ النماذج، تقف قدامي كويس. اقعد. ايه؟ اقعد. 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 اديني نظرة شمال. اديها لك في ايه؟ اديني نظرة شمال. اديها لي شمال. هناك. تعال لي. لف لفتين. ايه؟ لف لفتين. انت عايز لف لفتين. وريني. شكله مش بطال كويس. ده هتعملوا له 2112. يا نهار ازرق يا نهار ازرق يا حزن الحزن. ايه في ايه؟ اذا كان 156 قطع رجل، امال 2112 هتقطعوا لي ايه؟ هتقطعوا لي ايه؟ هتقطعوا لي ايه؟ ما تخافش يا ابني، ما تخافش. انت هتبقى مهم جدا. انا هرسمك رسمه من غير اذيه. هتذبحوني على البرد؟ لا هنذبحك ولا في انتوا عاملين عزل ايه؟ هي امكم ماتت تاني؟ لا، ده عشان دكتور جيهان ماتت. ما انت عارف انها سقطت في الانتخابات. يعني انتوا زعلانين علشان الدكتوره جيهان سقطت في الانتخابات، ومش فرحانين عشان ابوكوا بقى نائب في مجلس الشعب. وبعدين انا عايز اعرف بقى الدكتوره جيهان دي عامله لكم ايه؟ مكرهاكم فيها ليه؟ لا بابا لو سمحت، الموضوع مختلف، احنا عمرنا ما كرهناك. والله العظيم يا بابا احنا بنحبك قوي،
القضية مش في الحب خالص. امال قضية ايه يا ست عليا؟ القضية بابا يعني ان احنا عاوزين نبقى. بص يا بابا، بصراحة احنا عايزين نبقى فخورين بيك. وانتوا مستعرين مني ولا ايه؟ لا يا بابا ازاي، العفو، حضرتك رجل اعمال ناجح ومحدش يقدر ينكر ده. طيب بس يعني فيك حبة كلام كده يخصوا ثروتك، مشوه صورتك شوية. طيب نوم نصدق الكلام ده ولا نكدبه؟ بابا حضرتك نائب في مجلس الشعب وده شيء جميل. طيب بس في كلام بيتقال ان الانتخابات دي مزورة. طيب ما هو الشجرة المتزهزهة الناس بتزقلها بالطوب. تقصد حضرتك الشجرة المثمرة يقذفها الناس بالحجارة. ايوه. بص يا بابا هقول لحضرتك على حاجة بصراحة، يعني من غير ما تزعل مني، طريقتك في الكلام مع الناس سوقية شوية، واحنا الناس بتتريق علينا وبنسمع ده بوداننا. احنا عايزين نبقى فخورين ببابانا اللي عنده رؤية وعنده بصيرة وعنده ثقافة. يعني هقول لحضرتك على حاجة، دكتور جيهان مثلا. ما يخرب بيت الدكتورة جيهان على اليوم اللي شفنا فيه الدكتورة جيهان. هنشتري عشيزة الدكتورة جيهان دي بفلوس؟ لا يا بابا لو سمحت، لحد هنا الحوار خلص عن اذنك. تعال هنا لحد فين؟ انا لسه ما خلصتش كلامي، ولما اتكلم تقف تسمعوني للاخر. حاضر اتفضل يا بابا. خلاص لحد هنا الحوار خلص. واقف كده ليه؟ في ايه؟ انا واقف ساعتك بقالي 5 دقايق وانت مش حاسس بيا خالص. معلش اصلي مشغول شويه. اقعد يا حسن. حسن انا حاجه تكسف؟ يعني انا اب زباله؟ العفو يا باشا. يعني انا لو كنت ابوك كنت هتبقى مبسوط؟ يا نهار ابيض، هو انا طول ما يمكن عشان انت زباله يا حسن. حسن انا عايز اعمل حاجه ثقافيه تتنسب لي انا. اشر بس. انا عايز مثلا ابقى مثقف، عارف يعني ايه؟ شاعر، اكتب قصص وروايات ومقالات في الجرايد والحاجات اللي قلبين دماغنا بيها دي. الحلزونة والحلزون اتقابلوا في خرم الحزون، الحلزونة جوه متاهة، والحلزون لما استناها هربت وقعت جوه البير، السما بتمطر مسالير، الحلزون مكبوت وأسير، الحلزون انتحرت فجأة، والحلزون خبطته عربية عدت في ميدان التحرير. معقولي أسمعكم آخر قصيدة كتبتها وهي من الشعر الحر؟ هقول كل حاجة، هقول كل حاجة، هغني وهوهو، همأمأ وصوصو، هنهق ونونو، لكن في النهاية بحب السنونو، بحب السنونو، بحب السنونو. والسنونو وادي الحلزونة، يبقوا كل على بعضه 35 قصيدة، هندفع فيهم 500 جنيه، قلت إيه يا شاعر؟ لا عايزينك تكرمنا، أنت كده بتربي سمول. أبيع نفسي لأول مشتري آتي، أبيع مقهورا حبيباتي وكلماتي. حلوة أوي أبيع نفسي دي، ناخدها وإديله 50 جنيه. فليسقط الشعر ولتنهار أبياتي، الشعر شعري ومأساته مأساتي. حلوة أوي برضه فليسقط الشعر دي. احنا ناخدهم الاثنين شهر و75 جنيه ونرجع له الحلزون. احنا مش عندنا سنه ولا عندنا يا باشا. راضي يا عم؟ ان الرضا في القلب. معروف مش هنقعد هنا بقى طول الليل. رجع بقى الحلزونه وحساب السحر بقى عندي. الكتاب طلع من المطبعه يا باشا، طباعه زي الفل، هتلاقي كمان في الظهر نبذه مختصره كده عن تاريخك واعمالك. اعمل ايه؟ المصانع والشركات. احنا بقى نعمل الكتاب ده بروباجندا كبيره عشان ياخد الضجه بتاعته وبعدين ننزل السوق. لا احنا نعمل الكتاب ده بروباجندا كبيره عشان ياخد الضجه بتاعته وما ننزلوش السوق. ليه حضرتك؟ حد هيشتري الكلام الفارغ ده يا حسن؟ وبعدين ولادي لو قروا الكلام ده هتبقى مصيبه، العيال دي بتفهم. الحلزونه جوه؟ موجوده ساعتك. طيب اشتري كل النسخه يا حسن. حاضر ساعتك. دي في حاجه؟ هو في مشكله كده ساعتك، لجنه القيم بتاعت مجلس الشعب بعت انذار لسيادتك. ليه؟ عشان سعادتك من ساعة ما بقيت نائب في مجلس الشعب وانت ما بتحضرش ولا جلسة، الناس بتوع الدايرة ما بيشوفوش سعادتك في الجلسات فبعتوا يشتكوا. والناس بتوع الدايرة عرفوا ازاي ان انا ما بحضرش جلسات مجلس الشعب؟ حضرتك الجلسات دي بتتنقل في التلفزيون على الهوا.
فريت يعني تحضر ولو جلسة؟ لا ما انا ممكن احضر وما اطلعش برضه في التلفزيون. الاستاذ ممدوح نصر. مين؟ الاستاذ ممدوح نصر مخرج التلفزيون اللي بين جلسات مجلس الشعب قاعد في مكتبي بره. شرب شاب الياسمين؟ وكيفه قوي يا باشا. سيد الرئيس لقد بلغ الفساد مبلغا لا يمكن السكوت عنه. ان القطارات التي يذهب ضحاياها بالالاف كل يوم لهو اكثر دليل على الاهمال والتردي الذي وصلت اليه الامه. هناك حالة من العبث. ايوه حسن شايفني في التلفزيون؟ ده انت منور الدنيا كلها يا مرجان بايه؟ محدش طالع في المجلس غير سعادتك. بدلة حلوة؟ هايلة. بس سعادتك لو تجيب الكرافتة كده شوية كده كويس يا حسن؟ قمر هو سعادتك مش هتتكلم؟ لا هتكلم طبعا. العضو مرجان احمد مرجان. سيد الرئيس، حضرات الأعضاء الموقرين، أنا بس عايز أرد على الأخ اللي بيتكلم على القطارات اللي بتتحرق وبتخبط في بعض. لا بقى، لازم كمان نتكلم على الحاجات الإيجابية. من 4 أيام في قطر طلع من الجيزة وصل العياط زي الفل، ما حصلش أي حاجة، والركاب كانوا سعداء كلهم قعدوا يغنوا الحياة حلوة للي يركبها. الله، واحنا نقعد بقى نمسك في القطارات اللي بتتحرق ونسيب القطر بتاع العياط؟ لا يا جماعه لا. نيجي لرغيف العيش اللي عمال يقول لك ده فيه مسامير، واللي يقول لك ده فيه ازاز، واللي يقول لك ده طعمه مش عارف ايه. طب انا النهارده بقى وانا جاي لمجلسكم الموقر عديت على فرن بلدي عادي خالص، جبت رغيف عيش. انا بس هوريكم عشان حضراتكم تتاكدوا بنفسيكم. رغيف عيش اهو بشلن ب5 قروش زي الفل. ده بسكويت يا جماعه مش عيش. اتفضل يا حاجه دوقي. دوق يا حاجه، دوق يا معلم، دوق 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 دوق، ما يهمكش. هو ايه المشكله في ايه؟ الواد اللي بيشتري العيش ومودي لامه بياكله قبل ما يروح بيتهم، امه تساله يقول لها مليان مسامير ومليان ازاز. يا جماعه هي دي المشكله. الاخوه الاعضاء الايام دي ماسكين لنا في الجرايد ان مياه الصرف الصحي دخلت على مياه الشرب. دي مناعه، بتدي مناعه للمواطن المصري. وانت مش ساعات بتدي مصر للبني ادم عشان لا يصاب بهذا المرض؟ ده بيدينا مناعه يا اخوانا. الشعب المصري عنده مناعه دلوقتي. امال هو بيقول لك اللي بيشرب من ماء النيل لازم يرجع تاني ليه؟ الخواجات بييجوا ياخدوا مناعه من عندنا. انت بتقولوا ايه؟ وبعدين مياه الصرف الصحي جاي منين؟ مش جاي من الشعب المصري؟ ورايحه للشعب المصري. نيجي بقى للاخوه اللي بيتكلموا على التجاوزات اللي بتحصل في اقسام البوليس. انا هقول لكم على حاجه حصلت معايا انا شخصيا. احد العمال اللي عندي قفشوه في لجنه ودوه القسم. بعد 2 3 أيام قلت اروح اخرج الولد. رحت له القسم لقيتهم شايلينه من على الارض شيل وعاملين له تورته وبيحتفلوا بعيد ميلاده، وكل القسم عمال يغني هابي بيرثدي تو يو. انتوا بتقولوا ايه يا جماعه؟ لا 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 كلام فاضي. نيجي بقى للاعلام. الناس بتهاجم التلفزيون دلوقتي. يا اخوانا في طفره كبيره حصلت في الاعلام المصري وفي التلفزيون. الخبر دلوقتي بينزل قبل ما بيحصل ب4 أيام. إشاعات مالية البلد عن أنفلونزا الطيور، دي إشاعات مغرضة. أنا جايب لحضراتكم نموذج لفرخة شمرد زي الفل من مزارعنا الوطنية عشان ما حدش يتكلم. فرخة هي بس مجهدة شوية، إنما الفرخة قدام حضراتكم أهي زي الفل. معالي الوزير والله هو كل قطر هيولع يقعدوا يعملوا لك دوشه. ما تخصخصوها وتريحوا نفسيكم. انا عندي مشروع هايل يريحكم البلاوي دي كلها. سكك حديد مرجان، انا هدفع للدوله مبلغ محترم
واشتري السكه الحديد وتسيبونا بقى احنا والقطارات نخبط في بعض. عظيم، احنا بندرس ده فعلا فعلا. شكرا يا مرجان بيه. شكرا فعلا يا سي عسلام. انا بشكرك يا مرجان بيه. على ايه يا فندم يا خبر رابط؟ والله ابن حلال، بالمناسبه دي انا بهدي لسيادتك الكتاب ده. كتاب ايه؟ ده ديوان شعري من تاليفي اسمه ابيع نفسي. ابيع نفسي، العنوان حلو، عنوان صادم، هقراه واقول لك رايي. عن اذنك. مع السلامه يا فندم. جائزه المجلس الاعلى للشعر والادب، احسن شاعر في مصر، فاز بالجائزه الشاعر مرجان احمد مرجان عن ديوانه ابيع نفسي. ايها السادة، ان ديوان ابيع نفسي لهو تجربة حياتية مريرة، انه عصارة الامل، واي امل؟ ان ابيع نفسي لهو رصد للمتغيرات داخل الانسان المصري، بل ليس الانسان المصري فقط، ولكنه رصد للمتغيرات للانسان العربي. وبهذه المناسبة أهدي هذه الجائزة للسيد الرئيس راعي الثقافة في مصر. بجد يا بابا مش قادرة أوصف لك قد إيه كنت فخورة وأنت بتاخد الجائزة. بس برضو يا بابا حضرتك غلطان، إزاي كل الناس يباركولنا وإحنا ما نعرفش بيباركولنا على إيه؟ وأنتوا ما قريتوش الشعر؟ ما هو أنت ما سبتلناش ولا نسخة. وبعدين يعني أنا عايزة نسخة تكون ليا وعليها إهداء. وأنا عاوز 20 نسخة أديهم لصحابي. بابا انا قلبت الدنيا على الديوان ما لقيتوش. ما هو مفيش ولا نسخه، كل النسخ نفذت. اكبر نسبه مبيعات في تاريخ الادب العربي. طب مفيش طبعه تانيه؟ ما احنا عملنا الطبعه التانيه قبل الاولانيه والاثنين نفذوا برضو الحمد لله. انا بس يعني عايز اعرف حاجه، وسط مشاغلك دي كلها جبت الشعر ده كله منين؟ والله يا علاء يا بنتي، ساعات كده اروح قهوه صغيره مع المهمشين والبسطاء واقعد اشعر مع روحي. العجاتي انت تعرفها؟ بروح هناك كتير احضر ندوات، بس عمري ما شفتك هناك. طب ما تروحش بعد كده. ليه يا بابا؟ امبارح البوكس جه لم كل الشعر اللي هناك وقفلوا القهوه. طب عايز اقول لك ان احنا محضرين لك مفاجاه. ايه هي؟ دكتور شيهان عايز تعمل لك عندنا في الجامعه ندوه بمناسبه حصولك على الجائزه. ندوه؟ الكتاب ده كارثه بكل المقاييس اللغويه والشعريه. طب ايه رايك بقى يا دكتور عبد اللطيف ان الكتاب ده حاصل على جائزه الدوله في الشعر؟ وعاوزاني انا احضر ندوه اناقش فيها الهبل ده؟ أنا أنأى بنفسي على أن أشارك في هذا العبث، دي مهزلة. أيوه أنا عايزاك تقول رأيك ده بمنتهى الصراحة. أقول رأيي فيها يا دكتورة، الهبل ده يتناقش في مستشفى المجانين مش في ندوة أدبية. وبعدين مين مرجان ده؟ ها؟ أنا أول مرة في حياتي أسمع عن واحد شاعر اسمه مرجان. اسمه مرجان أحمد مرجان. يسعدنا أن نلتقي بالأستاذ مرجان أحمد مرجان صاحب ديوان أبيع نفسي، والذي حصل على جائزة المجلس الأعلى للشعر والأدب، ومعنا أيضاً لمناقشة الديوان الدكتور عبد اللطيف سالم أستاذ الشعر العربي ورئيس قسم الأدب المقارن وعضو مجمع اللغة العربية والحاصل على جائزة الإبداع في النقد الأدبي من جامعة أكسفورد. إيه ده؟ دي حاجة بسيطة كده على ما أسم حلاوة الديوان، وربنا يخليك لينا يا دكتور. ايوه بس ما يصحش، دي الساعة الصبحية محدش يقول الرزق لأ. دكتور عبد اللطيف اتفضل حضرتك قولنا ايه تقييمك للديوان. لقد استطاع الشاعر مرجان احمد مرجان ان يكسر كل تقاليد الشعر، ان يقفز على كل الحواجز، وأن ينطلق بشعره وبخياله بعيدا بعيدا، بل ولقد استطاع أن يحلق في آفاق أخرى عوالم خاصة صنعها بنفسه. إنه يذكرني ببيت للشاعر دعبل حينما قال: إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. أصل دعبل كان ساكن في الشيخ زايد. لقد استطاع الشاعر مرجان في إيه؟ دي حاجة بسيطة كده تتحط في صوابعك
عشان الكلمتين الحلوين اللي انت هتقوليهم عليا. تجننت؟ ايه اللي بتعمله ده؟ امسكي بس للعيال تفتكر اللي انا بقروسك في رجلي. الظاهر ان انت فعلا انسان وضيع زي ما قالولي. انا غلطانه انا دخلتك مكان زي ده. خلاص وش فقر. واني لاترك لشاعرنا الكبير المجال كي يقرا لنا شعره بنفسه ليمتعنا ويطرب اذاننا. بسرعة يا لطيف، ده رايك في الديوان؟ انت ما قلتليش الكلام ده. الراجل بيقول كلمه حق، مش ده رئيس قسم البتاع في قلب البتوع اللي انتوا قلتيهم دول؟ فليتفضل شاعرنا الكبير. لا انا افضل انك انت ما تقراش من الكتاب. الكتاب موجود معانا، احنا عايزين نسمع القائك للشعر. اتفضل. انا هسمعكم الحلزونة عشان الحلزونة عزيزة عليا شوية. الحلزونة يما الحلزونة، الحلزونة يما الحلزونة، خبيني يما يا حلزونة. الحلزونة انتحرت، كانت تعبانة تعبانة تعبانة، والحلزون خبطته عربية في ميدان التحرير. ميدان التحرير، ميدان التحرير. كان بيعدي الشارع، كان بيعدي الشارع وباصص يمين، كان السنونو واقف في نونو، سنونو بينونو هناك. أصل الميدان كان فيه زحمة كمان، وإنسان غلبان خارج من شغله تعبان، ما كله فوق بعضه، كله فوق بعضه. واديها يا إنسان، اديها في الكاليتش كمان. تعرف الساعة اللي معدي بكام؟ 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 الولاد فين يا توفيق؟ اطلع قول لهم العشاء جاهز. الأستاذ عدي والأنسة علياء سابوا البيت يا فندم. سابوا البيت راحوا فين؟ معرفش يا بيه، لموا هدومهم ومشوا. لموا هدومهم ومشوا؟ أيوة يا بيه. العيال عندك؟ اتفضل يا استاذ مركان. وبيعملوا ايه عندك؟ هما فين؟ طب اتفضل بس يا استاذ مركان، اتفضل. استاذ مركان، احنا عايزين نتناقش بشكل حضاري. حضاري ده بدل ما تقول لهم عيب انهم يسيبوا بيت ابوهم. وبعدين هما بيعملوا كده ليه؟ مش قادر افهم. أنا مش حارمهم من حاجة، ومعيشهم أحسن عيشة. ولادك حسوا إن هم تهانوا قدام زمايلهم. الحكاية مش حكاية فلوس وبس يا أستاذ مرجان. أمال حكاية إيه؟ الثقافة، الفكر، العلم، ده اللي هم مفتقدينه فيك. طيب أنا كده بقى، وإذا كان عاجبهم هو أنا اللي مخلفهم ولا هم اللي مخلفيني؟ يا أستاذ مرجان، ولادك كبروا ونضجوا، فهموا حاجات كتير قوي، وأنت زي ما أنت واقف محلك سر. الفلسفة دي تقوليها عندك في الجامعة هناك. أنا ما تقليش الكلام ده. أنت بتكلميني وكأني راجل فاشل. فكر إيه وثقافة إيه؟ بص يا دكتورة، أنا مشاريعي مالية البلد وبتشغل ناس وفاتحة بيوت. التخت اللي أنتوا قاعدين عليها في الجامعة دي أنا اللي موردها للجامعة. كشاكيل اللي أنتوا بتكتبوا فيها من مصانع ورق مرجان. المال خد يا سيدي، ادي جنيه اهو، وادي ثلاثة تعريف.
لا ده إرث ساب. لا والله ده بينه تعريف. لا ده إرث ساب. لا تعريف. وده هو. ادي تعريفي. وادي تعريفي. وادي ادي كمان تعريف اهو. حلو قوي كده. انت هتنهب. ده انت فلقتنا يا اخي. ده بس من اصلك. كان حش وسطك. انت واحد. يا حي. انت واحد. انت واحد. طنطة واحد. طنطة واحد. منك لله يابا. طلعتني من الكتاب. كان زماني بعرف افك الخط. طنطة واحد. قول لي والنبي يا حضرت العلوان دي هوصل له ازاي؟ واحد طنطة. واحد. ايه واحد. في الناس رحل. قول لي يا حضرت ممكن تستقرا لي العلوان دي؟ ايه البلد اللي محدش فيها بيرد على حد دي؟ منصورة اتنين. صوفيا. صوفيا الاشبا. طب عندي الشفا. صوفيا. صوفيا طب عندي الشفا اشرب. اديني واحد من ده وحد ابوه. صوفيا. ايه؟ صوفيا. صوفيا مين؟ بقول لك تشرب صوفيا. اشرب من ده وخلاص. ما هو يطلع زي ما يطلع. عناية سونيا جميلة. جميلة قوي. هات شوية بقى فوق البيع. فوق البيع ايه يا اخينا؟ واحنا فاتحين سبيل. طب يا اخويا ما تزقش. قول لي واحد والدك. العلوال دي اروح له ازاي؟ امشي كده ولا امشي كده؟ تمشي له كده ولا كده يا اخينا؟ ده انت مش ورق بعيد قوي. ده في المعصرة. واروح ال ال المسحرة دي اروح ازاي؟ يا اخي اطلع من نفوخ انا مش فضيلة. اول مرة تنزل مصر. ايه؟ اول مرة تنزل مصر. ايوه انا اول مرة انزل مصر. لا انا ما قلتلكش. ما قلتليش ايه؟ مش انا امي ماتت. الباقية في حياتك. حياتك الباقية. صحيحكم مشكور. ما انجلكش في حاجة وحشة. وتعبت نفسك وجيت لهم مار. نعم. انقهرت عليه. هي اللي كانت فضلالي من الدنيا. لا ليا لا اخ ولا اخت ولا اب ولا كفة شيء. كانت حطاني في نن عينها من جوه. وانت اصلك من ايه؟ انا من خربتها. ايه؟ من خربتها. في بلد اسمها خربتها؟ ايوه في بلد اسمها خربتها. امال انا هضحك عليك؟ ما تاخذنيش اصلا انا معرفهاش. ولا الحكومه حتى تعرف. ولا احنا عايزين نعرف حد ولا عايزين حد يعرف. خد استقرا لي بقى. قريبك اللي في الورقه دي؟ قريبي؟ قريبي ده ايه؟ ده خالي لزم. قلت بقى ده مامي ماتت اجيله عشان يشغلني. هو بيشتغل ايه؟ ده بيطلع في العلالي قوي. مهم بقى. الا مهم. من غيره العماره ما تتبنيش. هو اللي بيطلع بيه. انما انت قاعد هنا ليه؟ مستني حاجه؟ مستني العربيه اللي هتاخدني. طب انا اوصل لخالي دي ازاي؟ شوف انت تركب الاول لحد باب اللوق. باب ايه؟ باب اللوق. باب ايه؟ حته اسمها باب اللوق. ايوه. الاوتوبيسات اللي هناك دي. اللي هناك ده هي. اسأل اي واحد فين الاتوبيس اللي بيروح باب اللوم. تنزل تركب قطر حلوان وتقول له نزلني المحصارة. نزلني فين؟ المسحرة. تنزل المسحرة. ايوه. المسحرة. ايوه. تسأل اي واحد يقابلك وتديله الورقة دي. هيدلك على طول على الشارع اللي ساكن فيه خالد. تشكر قوي يا حضرتك. العفو. تشكر قوي يا سي. حضرتك اسمك ايه؟ ما يهمش. تشكر قوي يا سي. ما يهمش. ما يهمش. ما يهمش ازاي؟ اسمك ما يهمش؟ لا محسوبك الدسوقي ابو عجله. ابو عجله؟ وانا اقول شفتك فين؟ شفتك فين؟ باين ان سيادتك ابو عجله. تشكر قوي يا اخي. مع السلامه يا بلديه. يا اخينا واخد في وشك يعني وماشي مش تدفع ثمن السوبيا؟ لا مؤاخذه يا حضرت الكلام اصله خدنا مع الاستاذ. خد يا سيدي. خد. ايه ده؟ قرش تعريف. قرش تعريف ده؟ دي الكوبايه تمن 10 ساغ. 10 ساغ ليه؟ شويه الميه البيضاء بوم 10 ساغ. اه. خد. ايه؟ ثلاثة تعريف اهم. حلو قوي كده كويس. متحش وسطك. محدش يدفع اكتر من ثلاثة تعريف. امر لله. انهي قنبيل اللي بيروح باب ال باب ال باب ايه؟ باب باب ايه؟ ده كان لسه على طرطوفة لساني دلوقتي. باب ايه يا برطوشي؟ باب ايه؟ باب الوزير. امال الوزراء بقى ليهم ابواب؟ امال باب ايه بس؟ باب ايه يا هو باب حاجه ما تتاكلش. تتشرب ولا بتشرب؟ امال باب ايه؟ باب. ما تقول لي انت اللي باب اللي عندكم وانا اقول لك. باب زويله. باب البحر. باب اللوق. ايوه ايوه. هي باب اللوق دي عليك نور.
طب يا اخي قول كده من الصبح. وانا كنت عارف ولا قلتش؟ اتفضل روح اركب الاتوبيس اللي هناك ده. لا انا هستنى واحد فاضي بقى. بالطريقه دي مش هتركب ولا هتوصل. يلا يا اخينا الشعبط يلا 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 لله. يلا بينا. ايه رايح فين؟ رايح باب ال باب باب ايه يا برطوشي؟ باب ايه؟ حوش حوش. هنداوي انت هنداوي. ايه في ايه؟ قوم افتح الباب يا راجل بيخبط. ما يخبط واحنا مالنا؟ احنا مالنا ازاي ده بابنا يا راجل؟ يا ولي الام يا ولي، مين اللي حاجينا ساعة زي دي؟ الام قوم يا راجل افتح دهدي. طيب انكتمي باي. مين؟ خالي بالحضن يا خال. مين؟ حسنين. ايوه حسنين بشحمه ولحمه. اتفضل يا حسنين اتفضل. مساء الخير يا مرات خالي. مساء الخير. ازيك؟ اهلا يا حسنين، بركه انك طيب. اتفضل معايا يا حسنين. انا هقعد هنا. لا اتفضل معايا هناك. انا مستريح كده يا خال. تعال يا راجل هناك تعالي. اهدي فر. فر ايه؟ دول عيالي. كل دول عيالك؟ ايوه. ربنا ياخدك يا خال عشان تستريح من مصاريفهم. ده انت غلبان. قوم يلا في الزقوق. قوم من هنا. انا هنام هنا. اوعى تسيب البطانيه كده وانت غيتي. خش جنب اخواتك جوه. اهلا يا حسنين، ازيك كده؟ الحمد لله يا خال. ده انا اتبهدلت بهدله لغايه ما وصلت لحد هنا. ايه؟ اي والله. وازاي امك كده؟ امي مش انا امي ماتت يا خال؟ ايه؟ ايوه بقيت يتيم الاب والام يا خال. يا حول الله يا ربي. تعيش يا مرات خالي، ما قلتيش في حاجه وحشه. بقيت يتيم الاب والام. طب مش كنت بعتلي؟ ما انا اتلهيت على عيني، بس الحمد لله العمده قام بالواجب وزياده، كتر خيره. ما بقاش ليا حد ابدا في الدنيا، ما بقاش ليا غيرك انت وخالي يا مرات خالي. طب اقول لك ايه؟ ايه؟ تعالى اقعد هنا. انا هنام هنا. ده انا بنام هنا. ما تنام انت على الكنبه وانا انام هنا يا خال. يا جدع ما يصحش قوم تعالى معايا هناك. ده انت عليك تحكمات. فاطمه ايه؟ بقول لك ايه؟ قومي حضري لي لقمه اتعشى بيها. لا ودي وقعت. اهدي احنا ناقصين. ايه ما يصحش. انا واقع من الجوع. واقع من الجوع يا مرات خال. من صباحيه ربنا لحد دلوقتي على كوبايه السنيه. سنيه؟ ايوه بتاعها بيضه كده. هات لي جنب الاكل اللي هتجيبيه بحلي بصل. بقيت يتيم يا خال. معلش استهدى بالله، بكره تنسي. انسى ازاي وانا جعان كده؟ دلوقتي تاكل وتشبع. اديني قاعد اما اشوف. شد حيلك يا ولد. ايه؟ ما بتاكلش فول ولا ايه؟ فول ايه يابا؟ شد على الله، ده احنا فينا صحة تهد جبال. انت فاكر نفسك مين؟ قوم جامد قيامتك. قوم. معلش يا راس العاد، معلش الواد جديد لسه. مولة الناس يا بوي، ما الحرام ولا ايه؟ طول بالك، نطول على الاخر. لا طول بالك يا ريس، احنا اللي عجبك قوي ما يهمكش اي حاجه. قلت لك قوم يا فجري. خد بايدك خد. قوم يا غشيم. أهياني. جراه يا جدع، مزجت حسب الله هي ولا ايه؟ ما احناش عارفين ننام. مزجت حسب الله؟ المزجت حسب الله ايه؟ كك حش وسطك يا مرات خالي. اهو ايه؟ مش كفايه جاي تاكل معانا اكلينا وتشاركنا في منامنا؟ هتوقع لنا كمان. يا ولية يا عيب يا ولية. اسكت انت، انا مش ناقصاك. من فلاحتك قوي يا اخويا، جايب لنا شحط يشاركنا في الاوضه. ايه يا راجل انت ما صدقت. حلو. هو صحيح هو ما صدق. حلو قوي ما صدق دي، انا فهمت انت عايز ايه.
قوم يا خالكك حش وسطك انت راخ. قوم يا راغب. هتشد حيلك ومال يا حسن. ايه شد على الله يا خالي، بس القصعه دي تقيله قوي، ما عندكوش حاجه شيلها خف من المسلح دي؟ عايز تشيل ايه يا امال؟ بلوزي بلوزي. حلوه يا خالي، حلوه منك قوي. بلوزي. ايه يا جدع انت واقف عم ترغي وتضحك ليه؟ معلش يا ريسني. ايه اعمل لك همه وروح شوف شغلك يا جروانجي. حاضر حاضر يا ريسني. شيل يا علي، شيل يا علي. هات يا خالي. ايوه شيل. ها شيل يا علي. يلا شيل. يا نهار ازرق، ايه اللي حببته دي؟ معلش يا خال، ما هي المورة طهري. طهري ايه؟ ايوه طهري، تقويه وتجمده. ما هي دي في تيمين مسلح، تخليه زي البغل بدل ما عامز الحمار كده ده حمار. هتقول ايه يا قلت؟ طيب مخصوم لك يومين. وانا كنت حيت اشتغل عشان تخصموا لي؟ هشتغل عنه تاني؟ اخرس يا علي اخرس. خرست يا خال، خرست. اخرس يا علي وعبي يا جروانجي. اجري. حاضر. كانت دقفة نيتك وانت زي البغل كده، كانت حس وسطك. بقول لك يا احسن. ايه ايوه يا خال، انت مش تعشيت؟ لو كنتوا عايزين تسموا الاكل اللي انا اكلته ده عشيه يبقى انا اتعشيت. طب ما تنام بقى. مش جاي لي نوم يا خالي. طب اقول لك على فكره. قول. ايه رايك لو تنزل تتمشى شويه؟ اتمشى اروح فين في ساعه زي دي؟ ايه؟ روح في اي حته يا اخي؟ اقعد لك على قهوه؟ الله، قهوه ايه يا خالي اللي راح اروح؟ اول مره الاقي خال عايز يتلف اخلاق ابن اخته. شويه شويه تقول لي شبوري. خلاص خلاص سيبه قاعد. قالت لك سيبه قاعد اهو. طب اقول لك ايه؟ نعم. ما تروح ده تشتري لنا شاي. شاي ايه اللي هشتريه يا خال؟ ما انتوا عندكوا شاي اهو. ايوه صحيح احنا عندنا شاي ايوه، انما بيقولوا فيه صنف جديد حلو نزل قوي بيعمر المخ. طب ما تروح تشتريه انت وانا استنى هنا. يا جدع حزم هات الشاي. طب اسمه ايه الشاي اللي انت عايزنا اشتريه ده؟ اسمه شاي ام حسن. شاي ام حسن؟ ايه حلو قوي، حتى ام حسن اخترعوا لها شاي. وبعدين بقى؟ حاضر يا خال، حاضر ما تزعلش. هقوم اشتري شاي ام حسن. حاضر. فتكم بعافية. بقولك ايه؟ ايوه. اوعى ايوه ترجع من غير ام حسن. حاضر يا مرات خال، ده احنا ليلتنا انس. هنشرب الزردة اللي هي زردة ام حسن. ما قلت لك. الا انت مالك لازق فيها كده ليه؟ وانت مالك انت يا اخي؟ كانت مله على ودانك يا مرات خالي. ما قلتليش يا خال دلوقتي انا اشتري الشاي ده بكام؟ يا اخي باللي يقول لك عليه. حاضر. انتوا مش كنتوا قاعدين هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا؟ يا اخي وانت مالك روحت الشاي؟ هو اسمه شاي ايه؟ شاي ام عني ام عتب. حاضر يا خال. حاضر. دي العيشة تقرف يا اخي. ما تخليش بالك، هو القلم على نيات وشرب المقلب هيفضل يلف طول الليل يدور على شاي ام حسن مش هيلاقي. لو احنا بقى خدنا راحتنا على شاي ام حسن. الا انتوا مش كنتوا هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا دلوقتي؟ يا بني ادم روح هات الشاي. هو اسمه شاي يا خالي؟ شاي ام خليل. لا اسمه شاي ام حسن. طالما انت عارف تسالني ايه؟ ها يلا. انت مالك لازق فيها كده ليه؟ قول لي. انت مالك انت؟ أنا خايف على العيال اللي تحت لا لوح خشب يقع فوق دماغ حد فيهم. مالكش دعوة. حاضر يا خالي. خد الباب معاك. أنا بقول آخد العيال معاي عشان أنا خايف عليهم. لا أنا هسيبهم مالكش دعوة بيهم. حاضر يا خالي. ها.
علي. اوعى بقى. اديني شاي ام حسن الله لا يسيئك. شاي ايه؟ ام حسن. يا ابني مفيش حاجه اسمها شاي ام حسن. كده برضه يا خالي عملها فيا. لازم عندهم اكل عايزين ياكلوهم من ورايا. امال ايه اللي ايه اللي هناك دي؟ مسكويت. مسكويت؟ ايوه. مسكويت. وايه اللي فوق دي؟ ورقة ولاد. ورقة تلاويت؟ ايوه. بيعملوا بيه ايه دي؟ وايه الاحمر دي؟ شاي. شاي ام حسن؟ مفيش يا ابني ام حسن. طب هات هات الشاي دي. حاضر حاضر. خد خد. زهقتنا يا شيخ. افتح يا خال. اول حي يرجع. افتح يا خال. ما تردش عليه. شاي ام حسن اهو. مش دي شاي ام حسن. الا انت بتعرف تقراه؟ لا. عرفت منين انه مش شاي ام حسن؟ هو شاي ام حسن وام حسن عليها ايه؟ طب فين زوم الخمد؟ انا مش هتخم. ايه اللي عايز يتخمد يتخمد هو. عايزه تتخمدي يا مرات خالي؟ انا طهقت. انا زهقت. انا عايزه اتطلق. الا تتطلقي ليه؟ ما انا جبت لكم شاي ام حسن اهو. اغرس انت اغرس. حاضر. اديني خلصت يا اخوي. اديني خلصت. بس بالك انت تتطلقي لان ده ما تعشيرش. امي كانت تقول عليه كده. اي أيوة والله. قولوا لابوها ان كان جعان يتعشي. قولوا لابوها ان كان جعان يتعشي. انا عايز افهم ايه الحكايه بتمام. ده بالذات ملوش دي حضرتك، بس دخلته كده مش حلوة. اهلا 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 اهلا. ده احنا زرنا النبي النهارده يا راجل. ده خطوه عزيزه. انا مش جداوي بيه يا مرجان باشا. انا سليمان. سليمان مين؟ مدير مصنع المكرونه.
واحنا عندنا مصنع مكرونه. مصانع مرجان بتاع سيادتك انا مديرها. الجداوي حضرتك. اهلا اهلا جداوي. معلش بقى العتب على النظر. اتفضل عندي في المكتب جوه. لا معلش عشان اخلص شغلي هنا. يا راجل انت التكييف هنا اصلا مش مظبوط. التكييف عندي احسن. اتفضل اتفضل يا راجل. هات الملف ده. لا معلش خلي الملف ده معايا. اتفضل حضرتك اتفضل. اهلا اهلا استاذ. اتفضل يا استاذ. هو اسمه ايه؟ جداوي حضرتك. اتفضل. انا ما بحبش قعده المكاتب. اتفضل هنا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. شرفت حضرتك. تشرب شاي بالياسمين؟ ما بشربش وانا بشتغل. عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا. ايه رايك؟ انا ما بشربش وانا بشتغل. طب شويه جمبري. شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده. مرجان بيه. انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل. ادي 10 وعشرة يبقوا 20,000 جنيه. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ لا 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 ولا حاجة. اصلا دايما احب اراجع الايرادات بنفسي. الباشا ساكن فين؟ في السيدة زينب. شلاه ام هاشم. شلاه ام هاشم. انا دايما اصلي جمعة هناك. السيدة زينب ده حي جميل فيه روحانيات كده وحاجة جميلة الحقيقة. دلوقتي احنا قلنا 20 وادي 20 يبقوا دلوقتي 40,000 جنيه. ملك ولا ايجار؟ ايجار. ام هاشم دي بتعه والله بتعه. يا سلام على ده حي جميل. ام هاشم دلوقتي احنا قلنا 40 وادي كمان دول يبقى كده ايه 60,000 جنيه. عندك اولاد؟ 6. كان الله في العون يا راجل. كان الله في العون. 6. لا حول ولا قوة الا بالله. 6 يبقى احنا قلنا كده يا جماعه يبقى ادي 60,000. 60,000 جنيه كده يبقى ايه 60 و60 120,000 جنيه. بيدرسوا؟ عندي واحد في الجيش والباقي في التعليم. انت بطل. انت عظيم. انت تستحق وسام والله تستحق وسام والله يا جداوي بيه. والله ولا لك علي يا مين. انا عندي عيلين خربين بيتي. دلوقتي احنا كمان دول 40 40. ايوه كده 40 يبقى كله 160,000 جنيه. 160. هو مرتب سعادتك كام؟ 3,000 جنيه. معقول 3,000 جنيه؟ هيعملوا ايه ولا ايه؟ مش ساجن الحكومه دي مش فاهم بتعمل ايه. 3,000 هيكفوا ايه ولا ايه ولا ايه؟ طب انا اقول لسيادتك حاجه. الواد عدي يا ابني مصروف ايده بس 3,000 جنيه. أي والله يا جداوي 3,000 جنيه وعلياء 5. قال ايه ايش الكوافير ايش مش عارف بتعمل ايه اللي عارف الحاجات بتاعه العيال الصغيرين دول. نعطي مهما انا هما كان نسيت 200,000 جنيه. ايوه وارجوك ارجوك يا مرجان بيه عد فلوس بعد ما امشي. انا مش عارف اشتغل. انا اسف انا اسف انا اسف. هما ولادك بياخدوا دروس خصوصيه؟ نحلين ومري. مصيبة الدروس الخصوصية. كارثة والله كارثة فعلا. دول بقى ايه خمسينات خمسينات بقى ايه. انت لازم تحط لكل عيل وديعة في البنك. الزمن مش مضمون. ما انا حطيت لكل واحد فيهم 250 جنيه في البوسطة. 250 جنيه يا راجل دول يدعوا عليك. اشتري كل واحد شقة عشان اتجوز فيها. ما انا اشتريت لهم مدفن. مدفن؟ سعيكم مشهور. هوبا هيقعوا. تشرب شاي بالياسمين؟ دي من اعظم وانظف الشركات اللي رجعتها. بسم الله ما شاء الله والله اكبر. دي ناس شرفة ناس محترمين. شركه اقتصاديه محترمه اوراقها محترمه مفيش غلطه واحده. يا ريت كل الشركات تحتوا هذه الشركه عشان اقتصادنا يبقى عالي في السماء. عربيه الاستاذ عدي الجديده وصلت يا باشا. جبتها له من مصانعنا برضو؟ لا اصله كان عايز يركب عربيه 4x4 حضرتك. خليه يركب وانبسط. ربنا يخليك ليهم يا باشا. ما احنا بنشتغل عشان مين؟ عشان ام حسن. بس الواد عدي ده مرزق وش السعد. كنت في العراق وام والدته هناك رحت مسميه عدي.
الرئيس صدام حسين طربي كان يقعد على حجره ويشتكوا يقول له هلا زباله هلا الرئيس صدام حسين يقول له هلا زباله هلا زباله عملنا شويه فلوس هناك زي الفل يا حسن. ولا لسه عليها بنت حضرتك برضه خلفتها في العراق؟ لا ده انا كنت في الاردن امال رحمه جت ولدتها هناك سميتها علياء الملكه علياء اضطرت بيها. اي والله يا حسن كنت تقعد تشتكي برضه انت بطاطا انت بطاطا عملنا برضه شويه شغل زي الفل هناك. وازاي مرجان ابنك؟ من ساعة سعادتك ما هشكته كله بطاطا كله بطاطا والمسائل ماشية معانا ايه فلة وقريب قوي حنخويه ان شاء الله. ولد ولا بنت؟ مرجانة بعون الله. ايوه علياء ايه مالك بتعاتي ليه؟ في ايه اللي حصل؟ اجيب لك حاجه ايه ده انا هقفل الجامعه دي خالص. فين رئيس الجامعه دي؟ ايه ده بس يا انك العميد الكليه موجود وبيتكلم معايا. واخوكي فين؟ بكلمه على الموبايل مش بيرد. بابا ايه ونيرت ايه؟ اختك من النهارده موتها نفسها من العياط وانت جاي تلعب مع البنات؟ بابا دي مش بنات دي دكتوره جيهان مراد. مين؟ دكتوره جيهان مراد. مرجان احمد مرجان. بابا يا دكتور فرصه سعيده جدا يا دكتوره. يا اهلا وسهلا. بابا ايه اللي جاب حضرتك هنا؟ عشان انا ابن حلال وام عيالي. بابا علياء مالها؟ علياء مين؟ علياء اختي. اه صحيح واحد دكتور رزل هزقها قدام زمايلها وطردها من المحاضره. القمر يرضيك كده برضه؟ نعم قصدي يعني يرضيك اللي بيحصل. يا اختك اسمها ايه؟ علياء. علياء اه ما انا ادخلها جامعه محترمه وادفع لها فلوس قد كده عشان البنت تتعلم ولا تتعقد. واحد دكتور يقول لها انت فاشله ما تنفعيش في اي حاجه. ها اسمه ايه الدكتور ده؟ فاكسل. ايه فاكسل؟ مايكل يا دكتور. ايه اه مايكل تاني الدكتور مايكل. طب علياء فين دلوقتي؟ علياء مين؟ علياء بنتك. اه هي واقفه هناك ومقطعه روحها من العياط. اطمن يا استاذ مرجان انا مش هسكت انا هغير هدومي وهاجي لحضرتك على طول. ليه ما كده حلو قصدي يعني عشان نلحق البنت هناك. انا من بكره هعتصم لهم في الكليه الموقف ده لا يمكن يعدي على خير. اه فعلا لازم كلنا نعتصم. هي مش الدكتوره هتعتصم برضو؟ اه انا هعتصم معاكم. دكتوره ايه دي يا ضياء؟ سيفيلايزيشن يا بابا. مين؟ سيفيلايزيشن يعني ايه؟ يعني حضاره. حضاره حضاره. يا فعلا انا اول ما شفتها لقيت عندها خلفيه حضاريه ممتازه. الست بتتعرف على طول من خلفيتها الحضاريه حقيقه يعني. اتفضلوا معايا. ايوه علياء. ايوه حبيبتي. اهدي اهدي احنا جايين حالا اهو. احنا اسفين جدا قومنا حضرتك من على التنس تعبناكي معانا وربنا اصدرنا على رد جمايلك. جمايل ايه بس؟ احنا اي خدمه في اي حاجه يعني. علياء بنتي من النوع النفساوي شويه اي نسمه هوا تاثر فيها. رقيقه كده زي حضرتك كده بالظبط. تصوري ساعات تبقى نايمه تقوم مفزوعه من النوم وتقعد تعيط ويجي لها رعشه اروح حضيفها على طول واقعد امنستها على شعرها تهدى وتبقى زي الغريبه. انا بديك صوره بس يعني زي برضو حضرتك ممكن تكوني متضايقه ويجيلك رعشه اروح حضنك على طول واقعد امنس على شعرك هتلاقي نفسك زي الغريبه بالظبط. بديك صوره يعني مش بابا مش يلا يا ابني بكلم الدكتوره بتاعتك هي اختك هتطير. سوري دكتور مايكل يو دونت هاف ذا رايت تو سبيك تو هير ذات واي ايفن اف شي هاز ا ديفرنت اوبينيون فروم يورز. شي اولويز ديسجريز وذ ماي اوبينيون شيز ا ترابل ميكر. كام داون بليز. We are not here to fight. We are here to هي الخناقه دي عشان ايه؟ عشان علياء يا بابا. امال ما سمعتش يعني هما بيقولوا علياء ولا هي اختك ليها اسم تاني بالانجليزي؟ It's none of your business. It is my business. No! انت بتقول نقول ايه؟ انت مالك انت؟ لما الدكتوره جان بتاعتكم دي كانت متجوزه مين؟ اتجوزت ايهاب وردي. عارفه ده اللي كان متجوز لالا مراد في قلب دليله. لا بابا ما تعرفش ايهاب وجدي المايسترو الكبير بتاع الاوبرا. ليه؟ المايسترو. مايسترو اه ده الراجل اللي بيقعد يعمل كده الخشب. ايوه ده ليه مقطوعات معروفه جدا ده عالمي زي رمزي ياسا كده.
اللي زي دي لازم تتجوز فنان، ربنا يوفقها معاه. يوفق مين يا بابا؟ ايهاب والدي مات من 10 سنين. خير ما فعل. عارف اتجوزت مين بعده؟ هي اتجوزت التاني بعديه. اتجوزت حاتم جمعه. لو كمان تقولي ما تعرفش حاتم جمعه. لا عارف بتاع الكوره. بابا حاتم جمعه ده اكبر شاعر في الوطن العربي. اللي زي دي فعلا لازم تتجوز شاعر. هي كمان نفسها شبه النشيد كده. كتبت فيه قصيدة شعر يا بابا، لو سمعتها جسمك هيقشعر. متجوزة شعر عشان تكتب عنه شعر؟ لا ده رثاء، رثيته بقصيدة بعد ما مات. حزين عليه يعني. ولا هو مات راخر. الناس دي قلبها جامد قوي. حد يموت يسيب واحدة زي دي. عارف يا بابا؟ دكتور جيهان النهاردة كاتبة مقال في الأهرام مكسر الدنيا. الدكتورة جيهان دي ملهاش غير في الشعراء والفنانين. مش غاوية رجال أعمال؟ بتشاور عقلك ولا يا مرجان؟ أنت عارف طبعًا أنا بحبك وبغير عليك قد إيه. بس بصراحه الوحيده اللي اتمنيت ان انت تتجوزها وتيجي تقعد معانا هنا هي دكتور جيهان. طب انتوا مش محتاجين دروس خصوصيه دكتوره جيهان تيجي تديها لكم في البيت هنا؟ بلاش يا بابا خالص الموضوع ده. دكتوره جيهان لما بتسمع الكلمه دي بتقلب الدنيا. خلاص بلاش، انتوا تديني انا دروس خصوصيه. النهارده هنعمل تجربه ديمقراطيه صغيره قوي. انا عايزاكم تقولوا رايكم فيا بمنتهى الصراحه وتاكدوا ان انا هقبل ارائكم دي كلها. سوري يا دكتور، ما زعيش من اللي هقوله. يعني انا شايف ان حضرتك انسان عصبيه جدا، وساعات بتفقدي اعصابك وما بتعرفيش انت بتقولي ايه. يا دكتوره جيهان انت انسانه متعصبه لرايك، بتعملي نفسك فري ومتحرره، انما جواكي افكار رجعيه. ملابسك يا دكتوره ملابس فاضحه لا تليق باستاذه جامعيه. وبعدين انا مطالب ان انا اغض بصري وفي نفس الوقت اركز مع حضرتك. طب اعمل ايه؟ افتح عين محمد عين؟ تقدري تقولي لي ازاي ممكن تكوني قدوه للطالبات وانت نفسك متبرجه؟ كرهي يا اخ محمود، الكلام اللي انت بتقوله ده عيب وما يصحش. ده انت كده بتهين الدكتوره وبتهيننا كلنا. لو سمحت يا اخت، اولا انا ما بتكلمش معاكي، ثانيا الدكتوره فتحت باب المناقشه وانا من حقي ان انا اقول رايي يا اخوانا. دي اللي اتقدم مش مناقشه. بقول لك ايه يا اخ نادر يا مشخصاتي، خليك انت اخويا في فريق التمثيل والمسرح بتوعك، ربنا يغفر لك. الفن مش حرام، الفن شيء عظيم. يا اخ محمود خليك موضوعي شويه، الدكتوره بتقول نتناقش مش نتخانق. وبعدين ايه اللي دخل الحلال والحرام دلوقتي؟ ولا ايه يا جماعه؟ بس كده ما ينفعش. احنا قلنا نتناقش نسمع بعض. ما هو يعني سيبك من الكلام ده والهرتله دي. نفضي نفضي انت فله قشطه. الله يخرب بيت الديمقراطيه على اليوم اللي كانت فيه الديمقراطيه. الجراك كاتب لي انا شيخ مصر وحرامي. يا حسن انا شيخ مصر وحرامي؟ لا حاشا لله يا باشا، بلد مش عايزه اللي ينجح فيها. وبعدين هم عندهم اثباتات بالكلام ده، ارفع عليهم قضيه. ما المساله مش محتاجه شوشره يا باشا. شيل شيل خد. تعال يا اولاد تعال اقعد. ايه مالكم وشكم مقلوب كده ليه؟ هو الدكتور ايه قال لي ادب عليك تاني ولا ايه؟ لا يا بابا. في بابا الكلام اللي مكتوب هنا ده مظبوط؟ ايه ده؟ ده جورنال صوت الجامعه بيطلع عندنا في الكليه. مين اللي كتب الكلام الفارغ ده؟ دكتوره جيهان. ايه حكايه الدكتوره جيهان اللي انتوا قلبين دماغي بيها دي؟ وبعدين انا عايز اعرف بقى الدكتوره جيهان دي بتشتغل ايه بالظبط؟ شان مدرسه ولا بتلعب تنس ولا بتتجوز ولا صحفيه؟ اسمعوا يا اولاد، ابوك زي الفل، انا صخ سليم، انا احط صباعي فين اتخن تخين ولا يهمني اي حاجه. يلا اسكتوا انتوا على البيت وتغدوا، انا لسه قاعد هنا شويه. يلا. صوت الجامعة ناقص هنا. صوت الجامعة كمان. ما أي واحد قاعد فاضي ما ورهوش حاجة معاه ورقة وقلم يقعد يقطع فيا يا حسن. أنا بقول يا باشا إحنا نلم الموضوع أحسن. يعني الناس دول لو جم وشربوا الشاي بالياسمين بتاع سعادتك هنخلص. بعدين أنا مش فاهم سعادتك قال لنفسك ليه؟ ما دام مظبط كويس فوق يبقى خلاص. بس اللي فوق مش مضمونين يا حسن. البلد ده عشان تعيش فيها لازم تظبط نفسك من فوق وتظبط نفسك من تحت، عشان لو اللي فوق سابوك اللي تحت يلقفوك، ولو اللي تحت سابوك اللي فوق يحموك. انا هرشح نفسي في مجلس الشعب من اجل الشباب، من اجل الاجيال الجديده. برشح نفسي اني اكون صوتكم، صوت الشباب اللي اخرسوه وكمموه. من حق كل شاب يعرف هيعمل ايه بكره، من حق كل شاب يبقى عنده طموح مهما كان طموحه كبير. من حقك تحلم انك تبقى وزير، رئيس وزراء، رئيس جمهوريه. مش بس تحلم، لا ده انت تشتغل وتخطط على كده كمان.
أيتها الجماهير العريضة، أيتها الجماهير العريضة، لقد رشحت نفسي من أجلكم أنتم أيها الجماهير العريضة. لماذا جئت؟ إنني أرى جحافل أمامي. لماذا جاءت هذه الجحافل؟ لقد جاءت من أجل مصر وليس من أجل مرجان، وإننا أعاهدكم من الآن أن لكل فرد سوف يكون له فيلا، فيلا في الساحل الشمالي، فيلا من دورين، أربع أوض وصالة فوق وحمامين وتحت في أوضة للدادة، وأمام الفيلا في حمام سباحة. من حقكم إن كل مواطن حمام سباحة قدام الفيلا، غير الجنينة اللي فيها الموز والبرتقال واليوسفندي. اليوسفندي مهم للشعب المصري. في جنينة ورا عايزين تزرعوا فيها كنتالوب. وماله؟ من حقكم إنكم تاكلوا كنتالوب؟ أيها الجحافل العظيمة، أرجوكم لا داعي للهتافات، ودعونا نعمل في صمت من أجل مصر، من أجل مصر. يا حسن، فين الدائرة وفين الناس؟ العمال والموظفين بتوعنا ما جوش ليه؟ ده أصلاً واحد مقطوع من شجرة. والله يا فندم بلغنا الكل، بس كلهم للأسف في السرادق التاني. سرادق مين؟ في حد مات؟ لا سعادتك، ده سرادق دكتورة جيهان مراد اللي نازلة في الانتخابات قصاد سعادتك. جيهان مراد؟ بقى الناس بتوعنا راحوا لجيهان مراد ومحدش عبرنا أنا؟ خصم شهر لكل واحد. هتفرج إن شاء الله يا باشا. طب كلم الواد عدي يا ابني. هو قايل لي أنا هجيب صحابه بتوع الجامعة وييجوا. شوفوا ما جاش ليه. الأستاذ عدي مش حقيقي يا فندم. مش حقيقي ليه؟ ده مأكد عليها الصبح. أصل هو والأنسة علياء في السرادق التاني. فين؟ في السرادق التاني سعادتك. بتاع جيهان مراد؟ أيوة. ولادي والعمال والموظفين بتوعي عند جيهان مراد؟ أيوة سعادتك. على فين؟ أنا رايح عند جيهان مراد. ولا مرجان ولا تردان، انتخبوا الدكتورة جيهان. ولا مرجان ولا تردان، انتخبوا الدكتورة جيهان. ولا مرجان ولا تردان، انتخبوا الدكتورة جيهان. بابا. ولا مرجان ولا تردان، انتخبوا الدكتورة جيهان. بابا. هو ده اللي انت بتعلمه لهم؟ يشتموا ابوهم في وسط الناس؟ هو ده الجيل الجديد اللي عايزين تطلعوه؟ ده انا قعدت 50 سنة اشرب سجاير في الحمام عشان ابويا ما يشوفنيش. يجي اليوم انا اشوف ولادي هزقوني في وسط الناس يا بتاعت الحضاره. بابا اخرصي يا بنت خالص، اخرصي. انت مش لسه واخده مني 1000 جنيه الصبح؟ ماشي. وانت يا اخ عدي، ده انت مغير 3 عربيات في سنتين، دي اخرتها برضه. بس ما نروح البيت ليلك سودا النهارده. يلا يا استاذ مرجان. ايوه. لو سمحت تتكلم معاهم بطريقه كويسه. انت هتعلميني ازاي اكلم ولادي يا دكتوره؟ اولادك مش اطفال، من حقهم يعبروا عن رايهم حتى لو كان متعارض مع رايك. يا سلام يا سلام، وانا بخليك انت في حالك، انا هفوقلك بعدين. يلا انت وهي. يلا انت مش عندنا في الشركه؟ ايوه. ايه اللي جابك؟ ايه اللي جابك هنا؟ يلا قدامي. يلا يلا انت وهي. ايه ده؟ ده الصوم بتاعي والفراشه بتاعتي. انتوا عاملين الحفله دي على حسابي كمان؟ ولا مرجان ولا ترتان، انتخبوا الدكتوره جيهان. طمني يا دكتور، ان شاء الله ناجحه اكيد. لا انا التاخير بتاعهم ده موترني جدا. ده الاستاذ عدي ولا لسه عليها هنا؟ انا ما بكلمهمش، انا مقاطعهم من ساعه ما سابوني في الانتخابات، ما سلمش عليهم. انت بتبص لهم كده ليه؟ انت ناس انهم ولادي، ما تحترم نفسك. مش قوي كده. نتيجه الانتخابات فوز مرجان احمد مرجان بمقعد الدايره وحصد 22600 صوت. ازاي؟ ده تزوير. الانتخابات دي مزوره. شوف الواد لما عرفوا انك انت نازل عندي ومشرفني حلفوا 100,000 يمين ما حد يديهم الدرس في الجامع الا انت يا مولانا. عايزيني انا اديهم الدرس في الجامع؟ يا مولانا اللي ما يعرفك يجالك، ومين غيرك انت بس اللي هيديهم الدرس؟ عماد اخباره ايه؟ عامل ايه؟ عماد مين؟ عماد ابنك يا مولانا. الله، هو جيت له المروحه تاني؟ ما تقلقش يا مولانا، احنا ناخد المسجد معانا نرقيه وهيكفوا ويبقى زي الفل ببركه سيدنا الفول ان شاء الله. يلا يلا بينا يا شيخ حسن. ربنا يحوط عليك يا بولس، ربنا يحافظ عليك يا جرجس. المسيح معاكم، المسيح يحميكم. ايه حكم الدين يا شيخ حسن في واحد صام 30 يوم وكان في السعودية رجع مصر
لا رمضان مخلص فصام بقى 31 يوم، راح ليبيا لا رمضان مخلص يعمل ايه بقى؟ يصوم ولا ما يصومش؟ هو الدين بيقول ايه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. مش محتاجة حاجة يعني. ايه رأي الشرع في راجل عجوز خالق سنانه ودروسه كلها وبيركب طقم زي حالاتي كده ما بيستعملش السواك؟ الناس بتقول ده حرام ولابد ولازما من استعمال السواك، لان السواك ده سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام الدين بيقول ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. انا حلاق يا سيدنا الشيخ، والناس جم قالوا لي حلاقه اللحيه حرام، رحت معلق يافطه عندي في المحل ممنوع حلاقه اللحيه، الزباين انقطعت، المحل كان بيعمله في اليوم 20-30 جنيه، النهارده بقى لو عمل 10 جنيه يبقى كويس. اللي انا عملته ده صح ولا غلط؟ الدين بيقول ايه؟ الشافعيه قالوا ان حلق اللحيه سنه، اللي يلتزم بيها ياخد الثواب، واللي ما يعملهاش ما تبقاش معصيه. في واحد راجل يا سيدنا الشيخ مش قادر على مراته، اصل الشر بعيد عن السامعين، متجوز واحده ست قويه ومستبده، عاوز يعلمها الادب، يعمل ايه؟ الدين بيقول ايه؟ فعظوهن ما بتتعص، واهجروهن في المضاجع، احب حاجه على قلبه اضربوهن، لا شديده وقويه، لو ضربتها تضربني بالشبشب. شوف يا ابني، اللي زي دي مش عايزه فتوى، اللي زي دي عايزه تروح النيابه. الله اكبر الله اكبر يا شيخ، الله اكبر يا شيخ، الفتوى دي فحكم الدين يا مولانا في واحد زي حالاتي، فاتوا سن الجواز والعين بصيره والايد قصيره، ساعات بيجوني في المنام والشيطان شاطر. ما انت كنت شاب وعارف يا سيدنا. لا بقى لا، دي جاوبك عليها بقى الشيخ عماد. الشيخ عماد مين؟ ايوه الشيخ عماد، هو من سنك ويجاوبك عليها كويس. اتفضل يا شيخ عماد. هو الدين بيقول ايه؟ واستعينوا بالصبر والصلاه. واضحه. الله يفتح عليك يا شيخ عماد، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. السلام عليكم. في ايه يا شيخ بلال؟ ابدا يا مولانا، دول اهل البلد جايين عاوزين ياخدوا البركه منك. غلابه، وانا عارف قلبك الطيب يا شيخ حسن. خش يا ام ابراهيم. ام ابراهيم مين؟ دول يا غلبانه يا مولانا، بعيد عنك ما بتخلفش. امال ابراهيم ده يبقى مين؟ هي اصلها نادره، لو خلفت عيل هتسميه ابراهيم. وعايز نعمل ايه؟ ترقيها ولا تعمل لها حجاب عشان ربنا سبحانه وتعالى يرزقها باللي هي عايزاه. بوس ايد مولانا. لا تبوسني ولا تقرب مني. طيب اسيبك معها عشان ترقيها يا مولانا. راح فين؟ خليك هنا، انا هرقيها وانت موجود، اوعى تتحرك. تعالي. ما دام رعاكي مولانا ربنا هيرزقك الخير كله. يلا اتفضلي زغروته وانت خارجه في قاعد. يلا مع السلامه. خش يا ناه. عنايات مين تاني؟ ما كفايه ام ابراهيم، ارحمني يا شيخ بلال. عنايات يا مولانا، دي جوزها مربوط. مربوط؟ ايوه، معمول له عمل، كل ما يخش عليها عشان يعاشرها يشوفها قدامه قرد. قرد؟ ايوه، عايزين نعمل لها حاجه بقى نفك بيها العمل ده. ودي برضه ما بتخلفش زي ام ابراهيم؟ لا يا مولانا، دي مخلفه سبعه. سبعة؟ أمال بشوفها يرد إزاي؟ دخت ما خليت يا سيدنا الشيخ، لفيت على الدكاترة والشيوخ والأولية، حتى القسيس رحت له. رحت للقسيس؟ آه. وما عملش حاجة؟ الشفاء على إيديك بعون الله يا شيخ حسن. بركاتك يا مولانا. ربنا هو الشافي. الله أكبر، صلاة النبي أحسن. أنت أنا خلفه يا عم، ابعد البتاعة دي عني. أنا خلفه إيه؟ واحد واحد. طب نظام يا عم، ابعد البتاعة دي. واحد واحد. أنا يا عم ابعد البتاعة دي عني. أنا خلف واحد 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 واحد. ما ينفعش الرجال اللي انتوا عاملينها دي يا جماعة. اهدوا اهدوا، ما ينفعش كده. الشيخ حسن لو شاف الرجالة دي هيقفش عليكم. واحد واحد.
طب بس انتوا تقول له دول يا عم الحاج الشيخ حسن لا بياخد طيور ولا غيره، ده بيعمل ده لوجه الله. اعمل معروف يا شيخ عماد، الوليه مراتي ما هتخلفش غير بنات، وانا نفسي فؤاد. يعني هي الوزه والبتين دول هم اللي هيجيبوا الواد اللي بعده يا شيخ عماد؟ نمره 18. ان شاء الله يا شيخ حسن انا نازل انتخابات مجلس الشعب، وده بس عشان خدمه اهل البلد. الدوره اللي فاتت واللي قبليها بحمد الله كسبتهم باكتساح. السنه دي بقى نازل قدامي واحد تقيل قوي وايده طايله، كل اهل البلد ملمومين حواليه. وعايز نعملك ايه حضرتك؟ تعمل لي حجاب ولا عمل تخلي اهل البلد يتلموا حواليا انا، ما يشوفوش حد غيري وما ينتخبوش حد غيري. هو حضرتك حزب ايه؟ حزب الوطني. حزب وطني ومحتاج حجاب ولا عمل؟ قوم، ده انت ناجح بالثلاثه. قوم. ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفافنا اعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا. انت حسن عطار؟ ايوه. اتفضل معانا. عايزين تاخدوه فين؟ استنى بس يا حضره الضابط، اصل هو مش حسن العطار. بس يا جريه ام عماد. الله، عماد انت بتطلع كده ليه؟ خلي بالك من زينات. زينات مين؟ زينات امك يا عماد. حاضر. عماد امك. زينات تبقى امك. حاضر. انا مش هغيب، انا شويه وجاي على طول. هو في ايه يا باشا؟ انتوا واخدين الشيخ حسن مودينه على فين؟ ده راجل تقي وفاضل والبلد كلها بتحبه. ما مالكش دعوه انت بالموضوع ده يا شيخ بلال. ماليش دعوه ازاي؟ انا جاي معاكم. خليك انت يا شيخ زينات. يا شيخ بلال. انت بتقول ايه يا مولانا؟ على النعمه الشريفه مصيبه، احنا كلنا جايين معاك. بتعملوه ده مش كويس علشانكم، كل واحد منكم يروح على بيته. احنا هناخد كلمتين من الشيخ حسن وهيرجع على طول. الشيخ حسن اللي بيعملوه ده بيضعف موقفك، انت المسؤول. وانا مال؟ هو انا اللي قلت لهم يجوا؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. احنا وراك يا شيخ عطار، احنا وراك يا شيخ عطار. حسن عبد الحميد العطار. أنا عايز لو سمحت يعني بعد إذن حضرتك أكلم اللواء مختار سالم. هتكلم الدنيا كلها، بس مش لما الأول تعرف إحنا جايبينك هنا ليه. أنا ما عملتش حاجة يا حضرة الضابط. إذا كنت فاكر إن اللي عملته في أسيوط هتعمله هنا في المنيا، لا انسى. أسيوط إيه علاقتك بتنظيم القاعدة؟ القاعدة ده حتى ما يصحش. شوف يا حسن، أنا راجل مؤمن بالمناقشة بالحوار، وأسلوبي بعيد كل البعد عن العنف والقسوة. إنما لو حسيت إن اللي قدامي بيلف ويدور عليا، عندي طرق وأساليب تخليك تعترف بكل حاجة. مالك حضرتك؟ ما كنت كويس، إيه اللي حصل؟ أنا كويس وطيب واتحط على الجرح يبرد طول ما انت دغري معايا. انما هي انما دي هي اللي بتعصب حضرتك، ما بلاش منها احسن. قعدت قد ايه في افغانستان يا حسن يا عطار؟ افغانستان من فضلك اطلب لي اللواء مختار سالم فورا. تمام سعادتك، البلد كلها جايه واقفين تحت وعاملين مظاهرات، ومش عايزين يمشي الا معاهم الشيخ حسن. بالسرعه دي لحقت تعمل قاعده شعبيه في البلد كده من اول يوم؟ امال لو قعدت معانا سنتين ثلاثه هتعمل ايه؟ لو سمحت انا عايز اكلم اللواء مختار سالم. حاضر يا سيدي، هنطلب لك اللواء مختار سالم.
لماذا لم يصدر حتى الآن تصريح من وزارة الداخلية بعدد القتلى والمصابين في حادث انفجار القنبلة؟ الحمد لله مفيش خسائر في الأرواح، هما كام عربية وكام محل اتكسروا، 3 مصابين و75 واحد ماتوا، بس مش من انفجار القنبلة، من تدافع الناس بينهم من بعض بعد انفجار القنبلة، والحمد لله كلهم مصريين مفهومش أجانب. يا مختار باشا، يا مختار باشا، في إيه يا فوزي؟ تليفون عشانك يا باشا. ها أيوه مين؟ حسن العطار؟ حسن العطار مين؟ أنا معرفش حد بالاسم ده. أيوة باشا، أيوة مختار باشا، أنا حسن العطار، الشيخ حسن العطار المسيحي، أنا اللي بعتته المنيا، أنا ومراتي وابني جرجس اللي هو عماد المسيحي المسلم. ركز معايا وحياتك شوية. أيوة أيوة أيوة، إزيك يا أخ بولس؟ هل مصر أصبحت منطقة إرهاب دولية بعد تكرار حوادث الانفجارات؟ أنا عايزك تطمن خالص، وأديك شايف رجالتنا، قايمين بالواجب ولا لأ؟ هو في الحقيقة قايمين بالواجب قوي، بس زيادة عن اللزوم. أنا بكلم سيادتك من المديرية، بعمل إيه في المديرية؟ أصلهم عرفوا اللي أنا بشتغل مع القاعدة. تنظيم القاعدة؟ فعلاً يا فندم، تفجير القنابل في الأماكن الحيوية دي ده أسلوب القاعدة. مين اللي قال الكلام الفاضي ده؟ أنا عارف. اتفضل بقى سيادتك قول لحضرة الضابط. أي يا فندم. هل أعلنت أي جهة مسؤوليتها عن الحادث؟ لا، إنما أكيد ده شخص مختل عقلياً. مختل عقلياً؟ ايوه ايوه انا معاك يا فندم. اللي تشوفه سعادتك يا باشا، مع السلامه. يا شيخ حسن، احنا متاسفين، ظهر ان في تشابه اسماء بينك وبين حد مطلوب عندنا، تقدر تروح. يا حكومه قوم قوم، كل الظلم انعيت اليوم. 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 يا حكومه الظلم نعيت اليوم. يا اخوانا يا اخوانا، من النهارده الشيخ حسن العطار هو امام جامع البلد. امام؟ ايوه. وبكره ان شاء الله هو اللي هيخطب خطبه الجمعه في المسجد بالعند في الحكومه. الله اكبر الله اكبر. يا حكومه قوم قوم، كل الظلم نعيت اليوم. يا حكومه قوم قوم، كل الظلم نعيت اليوم. وجودنا في البلد دي بقى خطر يا ماتيلدا. انت ما شفتيش الناس كانوا عاملين ازاي قدام المديرية؟ دول هتفوا ضد الحكومة وعايزيننا بأمام الجامع. طب وهنروح فين يا بولس؟ هنروح عند ويليام شحاتة. هو ما فيش غير ويليام شحاتة اللي نروح نقعد عنده؟ ماله ويليام شحاتة؟ راجل طيب ومسيحي حقيقي، ده طار من الفرح لما عرف اللي احنا هنروح نقعد عنده. وبعدين انا حكيت له على كل حاجة من الأول للآخر. انا ما قلتش حاجة، بس جانيت اصلا ده حتى طنط تريزا مراته بتحبك كانك ابنها بالظبط. لا انا عارف هو بيرمي على ايه. مالها جانيت؟ وحشه جانيت يا متلدا. احنا في ايه ولا في ايه يا بولس؟ افرض حد شافك هناك يبقى عملنا ايه؟ يا ساتر. ايه في ايه؟ جانيت. جانيت مين؟ بنت ويليام شحاتة. صحيح، جانيت بنت ويليام شحاتة. أمورة خالص. نعم، ده المنيا أرحم. طب تعال تعال ما تخافش، يلا. يا ساتر أمورة جانيت. انت
طب انت هربان من الناس عايزين يقتلوك، انا مالي؟ بس جنيت اموره. اهلا اهلا اهلا، شرفتم ونورتم. اهلا 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 وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. اهلا يا استاذ حسن، وحشني يا تريز. اهلا يا ست زينات، ازيك يا مات؟ شيل الشنط بسرعه لعمك الحاج. اتفضلوا اتفضلوا، منور يا حاج. اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا. اهلا 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 وسهلا، اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا، مرحبا. مين دول يا هاني؟ دول سكان جداد في العماره، وعم ويليام بقول له يا حاج. يا حاج اوعى تغلط يا ويليام، تقع بلسانك تودينا في داهيه، واوعى حد من العماره يعرف حاجه ارجوك. ما تخافش ما تخافش يا اخ بولس. اتفضل يا جنكه، اتفضل، تعالى تعالى. اتفضل يا حاج، اتفضل يا حاج، اتفضل. اهلا وسهلا. الاخ جارنا الجديد الحاج حسن العطار. مين؟ حسن العطار. فرصه سعيده يا استاذ حسن، انا مرقص عبد الشهيد، لو حصل اي حاجه انا تحت امرك. ربنا حافظ عليك يا استاذ مرقص. نورت العماره يا استاذ حسن. منوره باهلها يا استاذ مرقص. طب اتفضل 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 حضرتك، اتفضل حضرتك، اتفضل حضرتك، ما يصحش. اتفضل يلا يا حاج حسن. بس ما تصحش نسيب الراجل. انتوا هتقعدوا تتعزموا على بعض ولا ايه؟ رد بابك يا مرقص. اتفضل اتفضل يا حاج، اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اتفضل. اتفضل يا بوليس يا اخويا، اتفضل في شقتك ومطرحك. شايف شايف الشقه نظيفه وزي الفل ازاي؟ جانيت بتكنسها وتمسحها كل اسبوع، ما دي شقتها اللي هتتجوز فيها. ربنا يتمم لها بخير يا تريزا. يلا يا جرجس، دخل شنطتك في اوضتك وحط هدومك جوه الدولاب. يلا يا حبيبي. صدقني يا جرجس، بوبي الفرحة ما كانتش سايعاه لما عرف انكم هتسكنوا معانا هنا. ابوكي ده شكله هيضيعنا. على فكرة يا جيركس، الدقن شكلها حلو قوي خالص عليك. ما انا اقوم احلقها. سمعت ثريت تامر حسني الجديد؟ هسمع ثريت تامر حسني الجديد في المصايب اللي احنا فيها دي؟ انت هبلة ولا في ايه؟ مالك يا جيركس؟ شكلك متضايق. متضايق؟ الله. واحد ابوه مهدد بالقتل وهربانين وسايبين بيتنا ومتشحططين، عاوزاني اعمل ايه؟ اتحزم وارقص؟ اطلعي بره. انما مرقص عبد الشهيد اللي ساكن قصادي ده بيشتغل ايه يا ويليام؟ انا معرفش، بس هو طلب مني ياجر المحل اللي تحت، عاوز يعمل فيه شغل. ده كان في امريكا بقاله 20 سنه ولسه جاي، ما بقالوش شهرين في البيت. بان عليه راجل طيب ومتدين. يا استاذ بولس، ده من ساعه ما سكن هنا لا شفناه دخل كنيسه، لا هو ولا مراته ولا بنته. يمكن مش عارف يا ويليام، كلم الكنيسة يفتقدوه، يجوا يفهموه، يعلموه يعمل ايه بالظبط. مسيحيين كتير جواهم الدين بس مش عارفين الطريق. ده كرم من عند ربنا يا زينب ان الشيخ حسن العطار سكن قدامنا. انا اسمع عنه من زمان، راجل تقي جدا ومبروك، قلبه عامر بنور الايمان، ده قطب من اقطاب الاسلام. يا زينب ده اكبر داعية ديني في الصعيد. انما ويليام صاحب البيت ده ما بيسكنش غير مسيحيين يا محمود، ازاي يسكن الشيخ حسن العطار عنده؟ يا اخوانا يا اخوانا، الراجل ده عمل فيها معروف من 15 سنه، ووقع بيته وجي يستجد بيا هو ومراته وابنه.